بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ إن شاء الله اليوم شرح محاضرات الريسبيراتوري سيستم. هاي المحاضرة الأولى إن شاء الله. محاضرات الريسبيراتوري للأمانة راح نقسمهم على يعني على عدد طلاب، راح أشرح عن المحاضرة الأولى. في طلاب من سنة ثالثة أيضا يعني عندهم خبرة أكثر في شرح المحاضرات بالنسبة لموضوع يعني لقسم الريسبيراتوري، فإن شاء الله هم ما راح يقصروا، راح يشرحوا المحاضرات اللي هم المتبقية. في عندنا 5 محاضرات ريسبيراتوري، أنا هشرح المحاضرة الأولى زي ما حكيت، وبرضه في عندنا طلاب أيضا من سنة ثالثة الله يجزيهم خير راح يكملوا عندنا شرح المحاضرات 2 و3 و4 و5 إن شاء الله. طيب نبدأ الحديث عن الريسبيراتوري سيستم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية طبعا المحاضرة يعني شوي طويلة تمام نسبيا، لكن معظم الوقت فيها تكون مكررة، فبس ركزوا في المحاضرة إن شاء الله تطلع منها حظين بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب فاللانجز إلها مش فقط اللي هي الريسبيراتوري، يعني مش وظيفة اللانج فقط إنه عملية اللي هي الريسبيراتوري فانكشنز، وإنما بالإضافة للريسبيراتوري فانكشنز إحنا في اللانجز إلها عدة وظائف. بالإضافة للريسبيراتوري فانكشنز في عندنا عدة وظائف، من ضمنهم إحنا حكينا الإكسجين والغاز هي وظيفة من الوظائف، لكن أيضا في عندنا ايضا اللي هي الاكسكريشن مثلا لفولاتايل ويست برودكت زي الاسيتون او مثلا الكحول. يعني مثلا في بعض الحالات مثلا بيزيد في عندنا اللي هم الكيتو اسيدز تمام، بسبب مثلا خلينا نفترض في واحد عنده مثلا تايب 1 ديابيتس مثلا، بيرتفع عنده الكيتو اسيدز، فعشان نطلع الاسيتون تمام وبصير من ضمنهم في عندنا الاسيتون، فعشان نطلع الاسيتون بنحتاج برضه اللانك، فهي برضه بس يعني تدخل من ضمن الاكس تشينج اوف جانز اوف جازز تمام. برضو اللي هم تو هيلب اللي هم البلاد اند ليمف فلو. هلا هاي نقطه الامانه كثير مهمه، انه يعني خاصه قصه الفينس ريتيرن. هسه دائما احنا نعرف انه 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 مثلا الدم مثلا لو بده ينتقل او اي شيء بده ينتقل، بينتقل من الضغط اللي بيكون في منطقه اللي بيكون في ضغط عالي لضغط منخفض. هلا الضغط في القدمين مثلا لنفترض الضغط في القدمين منخفض تمام، هلا في الثوراسيك كافيتي اللي هي المكان اللي موجود فيه اللانجز تمام، احنا هسه بينا ثوراسيك كافيتي زي ما احنا عارفين وجواتها فيها اللانجز. هلا هذا المكان لازم حتى انه الدم يطلع، عشان الدم يطلع من الرجلين ويوصل للقلب تمام، اللي هو من خلال الفينس ريتيرن خلال الفينز، لازم انه يكون الضغط في الفينز اللي هو تقريبا بيكون 15. يعني الضغط في الفينز قديش بيكون في الرجلين؟ تقريبا 15 تمام. لازم يكون الضغط اكبر من الضغط الموجود في اللي هو في الثوراسيك كافيتي عشان يطلع اللي هو الدم لفوق. فسبحان الله في عندنا اللي هم عضله اللي هي الديافرام او عضله الحجاب الحاجز. لما عضله الحجاب الحاجز تنقبض، هلا عضله الحجاب الحاجز بشكل عام انا برسمها هون، بس خلينا نرسمها فوق هون. عضله الحجاب الحاجز تقريبا هيك بتكون، في عندنا زي تو بتكون دومز هيك تمام، هيك بتكون تقريبا عضله الحجاب الحاجز. بكون هون في عندنا الليفر وهون تقريبا في عندنا ستومك. طيب ف عضلة حجاب الحاجز لما تنقبض تمام تنزل لتحت تمام، فلما تنزل هذا بوفر لي ايش؟ يعني لو كان في عندنا هون مثلا حجم معين للثوراسيك كافيتي اكيد هذا الحجم راح يكبر، لانه هالعضله ايش مالها؟ نزلت لتحت، فهذا راح يعطيني حجم اكبر. واحنا بنعرف انه كل ما زاد الحجم شو بصير في البرشر، يعني كل ما زاد الفوليوم شو راح يصير في البرشر؟ اكيد البرشر راح يقل، البرشر راح يصير فيه راح يقل. طب بما انه البرشر قل فبهاي الحاله صار البرشر عندي اقل في الثوراسيك كافيتي، اقل من الموجود وين؟ اقل من الموجود في الليجز مثلا. فعشان هيك هذا مهم جدا للفينس ريتيرن، فالدم راح ينتقل من الليجز مثلا راح يطلع لفوق يوصل للقلب. ففي هنا نشوف شو اهميه هون مثلا اللي هم الريسبيراتور سيستم. فمش فقط حكينا مش بس اللي هم الاكسجين والغاز، هي برضه البلاد اند ليف البلاد اند ليمف اللي هم فلو جدا مهم، وايضا خصيصا هم ايضا الفينس ريتيرن. برضه ريجوليشن للبادي تمبرشر، مثلا انا زادت عندي مثلا درجه الحراره في الجسم فالبادي تمبرشر برضه بيعملها ريجوليشن تمام، بيطلع ايفابوريشن للووتر مثلا ممكن زي ما هون مكتوب ايفابوريشن اوف ووتر فروم ذا ريسبيراتوري باسج ذات هيلب اللي هم الهيت لوس فروم ذا بادي. كل هاي الامور برضه مهمه جدا كوظيفه من وظائف اللنج. ريجوليشن اوف ذا بي اتش، في شيء اسمه يعني اللنجز نفسها ممكن اذا زادت مثلا الاتش بلس مثلا بتركيز معينه بتصير مثلا انها بترتبط مع الاف سي او 3 ماينس، بعدين بصير في عندنا سي او 2، سي او 2 بتصير تطلع من الجسم، فبالتالي بتتخلص لي من الاتش بلس الزايد من خلال على شكل سي او 2، يعني بيرتبط مع الاف سي او 3 ماينس بصير اتش 2 سي او 3 بنفصل لاتش 2 او سي او 2 والسي او 2 بيطلع. فبالنهايه من خلال ايش؟ بيسوي لنا الاسيد بيس بالانس، الاسيد بيس بالانس تمام. فانه اذا صار مثلا اسيدوسس بتروح بتعادله، اذا صار الكالوسس برضه بتعادله، فهي شيء مهم جدا. الكالوسس يعني انه صارت قاعديه الدم، صار قاعده الدم،
اسيدوسيس صارت فين الحمضيه في الدم. فبرضه مهم جدا في الاسيد بيس بالانس ريجوليشن كونفرتنج اللي فين شيء اسمه الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2، هذا مهم في تنظيم اللي هم الدايامتر تبع البلد فيسلز يعني قطر او نصف القطر عفوا تبع البلد فيسلز تمام. فبرضه مهم جدا انه مثلا في حالات انه قل الضغط عشان كنا نرفعه من خلال هذه العمليه بتحول انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. وفينا برضه كبروتكشن، فينا ايضا كفوكاليزيشن. فوكاليزيشن هي اللي هي القصص اللي دخل بالصوت تمام. فيعني كل هالاشياء اللي اخذناها طلع من بدايه اللي هي اكسشنج اوف جاز، لا في عندنا مثلا انه الاهم شيء نركز على قصه اللي هي البلد والليمف فلو، الاسيد بيس بالانس، الكونفرتنج البلد بريشر زي ما اتفقنا، ريجوليشن اللي هو من خلال الدايمتر تبع اللي هم البلد فيسلز، الايفاب مثلا البلد تمبرشر تمام. طيب كل هالاشياء يعني بتعطينا صوره اوضح عن وظيفه اللنج، انها مش بس فقط للاكسجين اوف جاز وانما هي للمالتيبل فانكشنز تمام تستخدم فيها اللنج تمام. فهي هي مهم جدا اول شيء بدايه اللي هي الريسبيراتوري فانكشنز. طيب هلا شو هم البوتنشال كوزز اوف هايبوكسيا؟ يعني هايبوكسيا اول شو معناتها هايبوكسيا؟ هايبوكسيا معناته انه ينخفض تركيز الاكسجين. وين ينخفض تركيز الاكسجين؟ وين انا هسه بحكي بشكل عام في التيشوز تمام. هايبوكسيا ينخفض تركيز الاكسجين في التيشوز. طيب شو اللي بيسبب لانه تركيز الاكسجين في التيشوز ينخفض؟ في عندي عده اسباب تبدا من عندي من بدايه من مشاكل على دخول على الاكسجين اللي هو في الهواء بشكل عام، او على دخول الاكسجين للجسم، او تبادل الاكسجين، او نقل الاكسجين. اي مشكله على هذا الراوت انا عندي من عند اللي هم من في الهواء، الاكسجين في الهواء يكون لدخوله للجسم، لتبادله، لنقله في الدم، لدخوله للخلايا، لاستهلاكه من خلال الخلايا. اي مشكله على من خلال على هذا اللي هو بنسميه مثلا، هاي هو مكتوب هون انفايرون، هاي نرجع هون او ننزل تحت هنلاقيها مكتوب عندي لانجز بلاد تيشو تشين. يعني انا عندي من اللانجز للبلد للتيشو هاي تشين كامله. اي مشكله على اي نقطه من هذا من هاي راح تسبب لي هايبوكسيا. طب فينا اول شيء اللي هو ان اديكويت اكسجينيشن اوف ذا لانجز. يعني مثلا انا رحت مثلا في مرتفعات عاليه، اكيد كل المرتفعات تمام راح يكون في عندي اقل اكسجين، فبالتالي يعني بما انه اقل اكسجين يعني هاي مثلا هاي التيتيود، انت رحت على مرتفعات معينه اقل اكسجين، فممكن هذا يسبب اللي هو ان اديكويت اكسجينيشن، يعني ما يكون في عندك كميه كافيه من الاكسجين في اللانجز، فبالتالي هذا راح يسبب لك هايبوكسيا. هاي اول كوز جدا واضح. الريزيستنس مثلا الايروي، انا في عندي مثلا فيهم انفيزيما او كرونيك برونكايتس، في عندي انفلاميشن تمام في البرونكاي مثلا، او مثلا انفيزيما في اللي هم النفاخ الرئوي، وامراض معينه تمام بتسبب لي انه فيش يعني خلينا نحكي برضه بتعيق خلينا نحكي وصول الاكسجين لللنجز او دخوله من خلال اللنجز، برضه هذا بيسبب لك هايبوكسيا. برضه انفلاتابل بالون اللي هو انه زي كانه ما يعني مثلا خلينا نتصور اللنجز زي كانهم ايش، زي كانه بالون تمام نقوم بنفخه مثلا. هلا لو كان في مشكله انا مثلا في عندي حالتين اللي هم زي الريسبيراتوري ديستريس سيندروم، وفين ايضا اللي هم البلمونري فايبروسيس، بهدول الحالتين تمام اللنجز ببطل زي كانهم الجدار تبعهم الاصل انه يكون فيه الاستيسيتي، فيه مرونه تمام، ويكون فيه اقل ما يمكن يعني اقل سيرفيس تنشن ممكن تمام. طب لما هاي الالاستيسيتي تروح تمام ويصير في عندي انا سيرفيس تنشن، هاي راح اشرحها لما احكي عن السيرفاكتنس تمام واهميتهم. هون بصير في عندي مشاكل، انا زي كانه بقدرش انفخ هذا البالون، ما بقدر يعني خلينا نحكي ادخل كميه اكسجين مناسبه. فبرضه اذا انا بقدرش يعني انا هون عم بحكي عن عمالي كلها في الانكريزد ريزيستنس، في الانديكويت اوكسجينيشن، في النون انفليتابل بالون، كلياتهم عم بحكي عن عمليه اللي هي ايش، انه فقط زي كانه دخول الاكسجين، فهنا كلها مشاكل على مستوى دخول الاكسجين تمام. طيب عفوا هلا فينا برضه على الكارديوفاسكولار ليفل، ممكن يكون في عندي انيميا ابنورمال هيموجلوبين، انا احنا حكينا يا اما على مستوى اللي هم دخول الاكسجين، يا على مستوى ممكن حتى ايضا اللي هم تبادل الاكسجين، يعني هنا مثلا في الفايبروسيس ممكن، او في اي شيء ممكن، حتى ممكن اذا راح نشرح اكثر هذا التفاصيل انه مثلا الاكسجين حتى يصير فيه تبادل تمام، راح ينتقل من خلال اللي هم الالفيولاي اللي هم الحويصلات الهوائيه للشعيرات الدمويه، فانه هنا في انه بصير فيه تبادل. ممكن اذا زاد الثيكنس يعني اللي هو السمك تبع واحد من هذولا، برضه هذا راح ياثر لي على عملية التبادل. فكل هاي الأشياء بتأثر سلبا على عملية تبادل الأكسجين، وبالتالي ممكن تؤدي إلى هايبوكسيا اللي هو نقص الأكسجين في التشوز. على الكارديوفاسكولار ليفل، إذا كان في عندي أبنورمال هيموغلوبين تمام، الهيموغلوبين عندي مثلا فيه مشكلة، ما بنقل الأكسجين بكفاءة عالية، ما بقدر يرتبط بالأكسجين، برضه هذا حد لك إلى هايبوكسيا.
مشكله في البلد فلو في الهارت بروبلم مثلا. انا واحد عنده بريفرال فاسكولار ديزيز ما بوصل عنده الاكسجين تمام او عفوا البلد بشكل مناسب للتيشوز، وبالتالي اذا ما بوصل البلد اكيد ما راح يوصل الاكسجين بكميه مناسبه، فهذا راح يصير في عنده هايبوكسيا ما تعالجت، ممكن يصير عنده اسكيميا ما تعالجت، ممكن نوصل لتيشو لو مثلا توشي انجري، ممكن حتى تصير ريفرسبل، ممكن تؤدي الى جانجرين بالنهايه وممكن امبيوتيشن. فالامر خطير انه البلد فلو الاكسجين يضله يعني متواصل، انه السبلاي اكسجين لازم يضله متواصل تمام طول وقت، ما بصيرش ينقطع الاكسجين في اي فتره من الفترات. ممكن مثلا سيانايد بويزنينج وسيبتسيميا، يعني بشكل عام ممكن السيانايد، السيانايد طبعا بيرتبط في التيشوز هنا، السيانايد بروح طبعا هاي شوي الامور للامانه مش كثير مهمه، لانه السيانايد له دخل اكثر في وظيفه الميتوكوندريا، الميتوكوندريا بيرتبط في كومبلكس اسمه كومبلكس 4، هذا الكومبلكس 4 بالتالي بيمنع ارتباط الاكسجين، يعني بالنهايه شو حيسوي لك؟ حيمنع لك الاكسجين يوتيلايزيشن، يعني خلينا نحكي الاستفاده. هلا الاكسجين شو اهميته؟ زي اذا بتتذكروا المحاضرات الماضيه حكيت لكم هو it acts as the final electron acceptor، يعني هو بيشتغل زي كانه الفاينل الكترون acceptor، يعني هو اخر من يستقبل الالكترونات في اللي هم في الالكترون ترانسبورت تشين. ان شاء الله انكم تكونوا فاميلر بقصص اللي هم الميتوكوندريا والاشياء اللي بتصير فيها المهم السيانايد يعني بروح وخلينا نحكي زي كانه بقتل هاي العمليه، انه بمنع انه الاكسجين تمام يرتبط في الكومبلكس نمبر 4، فبتصير فرضه في مشاكل هناك. فكل هاي الاشياء بتاثر بالنهايه، اي شيء بياثر سواء على مستوى دخول الاكسجين، سواء على مستوى نقله، سواء على مستوى الاستفاده منه من خلال التشو، اي عامل من هذه العوامل تؤدي بالنهايه لايش؟ لهايبوكسيا، يعني اللي هو نقص الاكسجين وين في التشوز. ان شاء الله تكون هالامور واضحه. حكينا بالبدايه عن اهميه اللي هم اللنج ريسبيرتوري فانكشنز، حكينا عن الكوزز اوف هايبوكسيا، هلا نحكي بشكل عام. طبعا المعلومات هون راح تكون عامه، ما راح يعني ندخل فيها لانه خلاص معروف شو كيف العمليه اصلا بتصير، حنمر عليها مرور سريع. طيب فالريسبيريشن هي the process by which the body takes and utilizes oxygen and gets rid of CO2. انت ريسبيريشن شو يعني ريسبيريشن؟ تنفس. انت you take oxygen تمام and you get rid of CO2، بس انت بتاخذ اكسجين يوتيلايز هذا الاكسجين وبتطلع CO2 فقط، هاي عمليه اللي هي الريسبيريشن. طيب ففينا 3 ديترمينانتس، يعني عوامل او محددات اشياء بتحدد يعني ممكن يعني انها يعني تؤثر على الريسبيريشن، حكيناهم قبل شوي اللنجز البلد والتيشوز. اذا اللنجز كان فيهم مشاكل تمام، او حتى اللي هم خلينا نحكي الباثويز مثلا، يعني مثلا نحكي عن التريكيا، نحكي عن البرونكاي برونكيولز اللي هم الشو يعني هاي يعني بتبلش في عندنا هون هاي التريكيا تمام، بعدين تتفرع تمام لبرونكايز، بعدين البرونكاي لبرونكيولز وبرايمري وتيرشري، المهم بدها تتفرع تمام. اي مشكله على هذول ممكن اثر لك على عمليه الايش ريسبيريشن، اي مشكله على تبادل المواد تمام في مثلا هون الاكس تشينج بين اللي هم بين الكابيلاريز وبين شو اسمه بين الالفيولاي، اي مشكله في التيشوز حكينا سيانايد مثلا، اي مشكله في اي هذول الثلاث اشياء ممكن يعني تاثر لي على عمليه الريسبيريشن. فتعريف الريسبيريشن سهل وديترمينانت شرحناهم عده مرات. طيب نحكي هسه هون عن انهم اللي عارفين الفرق بين شغلتين الفنتيليشن والغاز اكس تشينج. الفنتيليشن تمام ببساطة هي عملية اللي هي ايش؟ هي عملية التنفس، شو يعني فنتيليشن؟ هي عملية التنفس تمام. فأما الغاز اكسشينج اللي هي انه تبادل التبادل اللي هو ايش؟ تبادل الغازات، انه الاو 2 تمام بدخل عنا يعني بصير فينا نقل للاو 2 من الالفيولاي للكابيلاريز، والسي او 2 بيطلع من الكابيلاريز ل الالفيولاي. راح نوضح هاي التفاصيل اكثر مع انها واضحه، لكن راح نوضح اكثر اللي هم بالصور ان شاء الله، يعني الصور دائما بتساعد في الفهم. طيب فالفنتيليشن فقط عمليه اللي هي التنفس، ما فيش فيها شيء يعني، فقط عمليه التنفس ديترمايند باي ذا اكتيفيتي اوف ذا كنترول سيستم الريسبيراتوري سيستم. كل ما كان في عند الريسبيراتوري سيستم كان كل ما كان كل شيء فيه منظم وبيعمل بكفاءه عاليه، اكيد ان الريسبيريشن والفنتيليشن راح تكون ماشي امورها تمام تمام. طبعا هذا كله الكلام مش ماشي هيك عبث، وانما كله سبحان الله منظم بفينا النيورال وفينا هرمونال كنترول سيستم، كلياته له كل شيء بجسم له كنترول سيستم، برضه الريسبيراتوري سيستم زيه كبقيه الاجزاء في الجسم لها النيورال هرمونال كنترول سيستم فيدباك كنترول سيستم كل شيء عشان تعمل بالافيشنسي تمام الافكتور برضه السيستمز المسلز والريس كلها لازم تكون تعمل بكفاءه عاليه. فهي القصص هي قصه الفنتيليشن. الغاز اكسشينج تمام هذا زي ما كنا تعتمد في الفنتيليشن تعتمد على المسلز تعتمد على النيورال هرمونال الكنترول سيستمز وكل هاي الامور. الغاز اكسشينج تعتمد على ايش؟ على البيتنسي اوف ذا اير ويز، يعني حاله الاير ويز، هل الاير ويز عندي انا فاتحه؟ هل فيهم مثلا انفلاميشن؟ ما اذا فيهم انفلاميشن معناته فيهم بس يعني زي كانه هيك زي فلويد.
طب اذا فيهم فلويد مو هذا راح يسكر لي اللي هم الاير ويز. طب اذا سكر لي الاير ويز ما هو هذا حيأثر عمليه اللي هم دخول الاكسجين. بنفس الطريقه اذا مثلا انا في عندي الجريدينت البريشر جريدينت كانت في عندي فيه مشكله, احنا بنعرف انه حتى يصير فينا نقل للاكسجين من 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 الالفيولاي للكابيلاريز لازم يكون في عندي بريشر جريدينت. طب اذا انا ما كان في عندي هذا البريشر جريدينت ما حيصير في تبادل. طب اذا الثيكنس تبع الممبرينز فيه مشكله برضه ما راح ياثر, بديش احكي ما حيصير لكن حياثر. فهنا بقول الديفيوزابيلتي اوف ذا انديفيديوال جازز اند ذا اريا اند ذا ثيكنس كلها. فالاريا يعني هي اللي هي المساحه, الثيكنس قديش فين السمك, الديفيوزابيلتي قدره هذا مثلا انديفيديوال جازز على عبور هاي الممبرينز, كلياتها عوامل تؤثر على الجاز اكسشينج. فشو العوامل تؤثر على الفنتيليشن؟ قلنا بشكل عام اللي هم المسلز النيورال هرمونال سيستمز الريسبيرتوري سيستم كله. اما الجاز اكسشينج بنحكي عن اللي هم الجريدينت, بنحكي عن الثيكنس, بنحكي عن الاريا السيرفيس اريا, كل هاي العوامل بتأثر. وهاي اشرح نشرح راح نشرحها يعني من خلال الاستعداد اللي هم القادم ان شاء الله, لكن بس بدنا نعرف عنهم فكره عامه. طيب فالبلد ماست بيك اب كاري اند ديليفر اللي هم او 2 اند سي او 2 اماونت ذات ار ابروبريت تو ذا بوديز نيد ات ديبندز اون ذا بريزنس اوف ادكويت اماونت. طيب كل هذا كان نعرفه. حكينا انه البلد لازم حتى انه يعني ينقل اللي هم الاكسجين بكفاءه عاليه, في ان اللي هم لازم تكون في ان الهيموغلوبين داخله لازم تكون فيها اموره تمام, اللي ريد بلاد سيلز لازم تكون اموره تمام, مش ريد بلاد سيلز فيها مشكله مثلا انها كل شوي مثلا بتتكسر, ولا لازم تكون ريد بلاد سيلز لازم تكون تمام امورها. بنفس الطريقه لازم يكون في ان الهيموغلوبين تمام, الكاردييك اوتبوت واللوكال بيرفيوجن برضه الكاردييك اوتبوت. يعني انا مثلا اذا كان في عندي مشكله على الهارت على ليفل اوف هارت, عشان احنا قبل شوي حكينا انه الكارديوفاسكولار ليفل ممكن يؤدي لي لهايبوكسيا. مش كان هذا الكلام انه اذا كانت الهارت بروبلم في مشكله مش عم بنبط بشكل هذا مش عم بيطلع عفوا دم بشكل بكميات مناسب. طب ما هو اصلا الدم هو اللي بنقل الاكسجين, فبالتالي حيؤدي لك لهايبوكسيا. البلد فلو مثلا في عندي انا مثلا تشوز معينه او خلينا نحكي عن قصه اللي هي اللوكال بيرفيوجن, يعني انا مثلا في عندي كابيلاري معين تمام, هاي كابيلاري مثلا هو كابيلاري هو اللي هي المنطقة اللي بيصير فيها تبادل المواد تمام. فهي بنسميها كابيلاري, هاي المنطقة بنسميها كابيلاري, هي المنطقة اللي بيصير فيها تبادل ايش, تبادل المواد بشكل عام, يعني من اكسجين وسي او 2 والنيوترينتس. فبهاي المنطقة مثلا اذا كان في عندي مشكلة بالبيرفيوجن, بيرفيوجن معناته انه الاكسجين مثلا ما بيقدرش مش قادر يطلع من الكابيلاريز مثلا للتيشوز, هاي بنسميها فيها مشكلة على ايش, على اللوكال بيرفيوجن. بيرفيوجن هي قدرته على انه يطلع الاكسجين, انه طلوع الاكسجين اللي هو هاي بنسميه زي كده زي الديفيوجن تبعه تمام. اذا كان فيها مشكله هاي مثلا بنحكيها ان هاي مشكله على الليفل اوف بيرفيوجن اللي هي انه انتقال الاكسجين من الدم للتيشوز على الليفل اوف بيرفيوجن. كارديك اوتبوت اللي هو قلنا اللي هي انه كميه الدم اللي بتطلع من القلب, الهيموجلوبين قلنا اللي هو البروتين المسؤول عن نقل اللي هم الاكسجين. طب على اي مشكله من هذول زي ما حكينا هذا ياثر لي على ممكن تؤدي لي لهايبوكسيا. حكينا على مستوى اللانكس, حكينا على مستوى البلد. طبعا هون نحكي يعني بشكل عام على الكومبوننت سبع, خلينا نحكي الريسبيراتوري سيستم بشكل عام, مش كومبوننت يعني الاشياء اللي هي بتدخل فيها. فان اللانكس البلد واكيد التيشوز هو بالنهايه اللي بتوصل لهم اللي هم الاكسجين. ف individual cells must be capable of taking up and utilizing auto properly, حكينا لازم تكون قادرة على انها تاخذ الاكسجين وبنفس الوقت utilize انها تستخدمه تمام او تستهلكه. طب احنا قلنا اذا كان في عندي سيانايد وهذا السيانايد منع استهلاك الاوتو, يعني هذا منع الاوتو utilization, فبالتالي انا راح يصير في عندي برضه مشكلة, انا راح يصير في عندي اللي هي ايش, اللي هي هايبوكسيا. ف بالنهايه شو الملخص؟ ملخص انه هايبوكسيا كان اوكير ات اني ليفل من هذول, ات كان اوكير ات ذا ليفل اوف لانجز, ات كان اوكير ات ذا ليفل اوف بلاد, ات كان اوكير ات ذا ليفل اوف ذا تيشو. ممكن تصير على ليفل اوف لانجز وحكينا شو اسبابها, ممكن تصير على ليفل اوف ذا بلاد وحكينا اسبابها, ممكن تصير على ليفل اوف ذا تيشو تشين وحكينا شو اسبابها. ان شاء الله تكون كل الامور واضحه, نرتب ميك اب مخنا, لانجز بلاد تيشو, مشكله على اللانجز حكينا شو ممكن يصير فيه, على بلاد حكينا شو ممكن يصير فيه, على التيشو شو ممكن يصير فيه. هاي هي لحد الان كل محاضرتنا, ما حكينا اي كلمه زياده عنها. طب فريسبيراتوري كومبوننت اليمنتس نبلش الريسبيريشن, حكيناها هسه نفس الشيء, هي الاكسشينج اوف غازز بتوين ذا بودي اند ذا انفايرمنت. هاي هي عمليه الريسبيريشن, عمليه التنفس, اكسشينج اوف غاز بتوين ذا انفايرمنت اند ذا بودي, هاي هي الريسبيريشن. ففينا اكسشينج اسمه اكسترنال ريسبيريشن, فينا اسمه انترنال ريسبيريشن. هلا لما احنا نعمل اكسشينج للغازز بتوين اللي هم الانفايرمنت واللنجز, هذا بنسميه external لأن أنا صار في عندي direct contact مع الـ external environment. يعني أنا أخذت الأكسجين من وين؟ من برا وصار عندي في اللنجز تمام؟ ها تمام؟ وبعدين وين؟ وبعدين وصل لوين؟ يعني من عندي اللي هو من برا لللنجز, ومن اللنجز وين؟ راح على البلد. ها
هذا ما نسميه external، فهو exchange of gases between the pulmonary blood and the external environment. تمام، فهذا هو of gases between the pulmonary blood and the external environment. هاي بنسميها external، يعني أنا نحكي عن البلمونري. طبعا البلمونري بلد يعني هم ال، أنا راح أشرح بالتفصيل. فينا إيش فينا البلمونري أرتري. البلمونري أرتري بيطلع من الرايت أتريوم، هاي برضو راح أشرحها بالتفصيل، بس يعني كمان شوي عشان يكون في صور بتكون أمور أفضل، يعني شرحها بيكون أفضل. بيطلع عندي من الرايت أتريوم، في عندي اللي هم البلمونري أرتري. هذا البلمونري أرتري تمام بيروح لللنجز، بيكون فيه دي أكسجينيتد بلد، يعني ما في، يعني بيكون فيه كمية قليلة من الأكسجين، بيروح على اللي هم على اللنجز وبصير في تبادل الغازات. فهذا الاكستشينج على الليفل تبع البلمونري من من اللنجز للبلمونري بلد فيسلز تمام، البلمونري ارتريز، على هذا الليفل بنسميه اكسترنال ريسبيريشن. شو بنسميه؟ بنسميه اكسترنال ريسبيريشن. طيب وش انفوز نوت اونلي ديفيوجن حكيناها. طيب وطبعا مش بس احنا بنحكيش بس عن مش بنحكيش عن يعني بس فقط اكسجين وسي او 2، في عندنا مليون الف، مش مليون الف، بس بنحكي بشكل عام كميه كبيره جدا من الغازات. في عندنا كميه كبيره جدا من الغازات بصير فيها، بصير في تبادل خلال اللنج، فمش كده بس اكسجين وسي او 2، لا، في عندنا بلك من الغازات تمام خلال هذا، خلال هاي العمليه تمام. فهي نسميها اكسترنال ريسبيريشن. اكسترنال ريسبيريشن بنحكي عن اكسترنال انفايرمنت مع البلمونري بلاد. طيب في ايش اسمه انترنال ريسبيريشن؟ انترنال ريسبيريشن ما هو من اسمها انترنال، يعني في عندنا تيشوز، فهي بتوين التيشوز والبلاد بشكل عام. فالتيشو سيلز والسيستميك كابيلاريز، يعني هنلاقي هون عن تيشو سيلز وإيش وسيستميك كابيلاريز. طيب فهنا طبعا أكيد أنت في عندك تيشوز وفي عندك اللي هم الكابيلاريز بشكل عام، فخلاص هم فالديفيجن إيش راح يصير بين اللي هم الانترستيشال فلويد والسيتوبلازم. طبعا هذا إنه بدي يرجعنا للقصص اللي هي قبل، إنه حكينا إذا نتذكر فينا 3 كومبارتمنتس، في عنا انترستيشال، وفي عنا اكستراسيلولار. الاكستراسيلولار في عنا اللي هم البلاد، في عنا البلاد وفين الانترستيشن. فقلنا انه المواد ما بتنتقل مباشره من البلد للانتراسيلولار كومبارتمنت، وانا بتنتقل من البلد للانترستيشن، من الانترستيشن لايش الانتراسيلولار. وانا بقول لها انها بتنتقل للديفيوجن للانترستيشن، وبعدين وين بتروح؟ للسيتوبلازم اللي هي انتراسيلولار. وحكينا انه من خلال البلد، يعني فين الفيزيكال سولفيشن وكيميكال كونستيتيوشن، شو معناته الكلام؟ معناته انه الاكسجين هو في البلد اكيد لازم يرتبط في هيموغلوبين تمام، بنقله وكذا. فهي بتسمي، هاي هي قصه اللي هي انه فيزيكال سولفيشن وكيميكال كونستيتيوشن، انه في عندنا الاكسجين مش ماشي هيك في البلد، لانه اصلا السوليوبيليتي تبعت الاكسجين قليله جدا، قد تكون تصل الى 1%، فالسوليوبيليتي قليله جدا. فبالتالي الاكسجين لازم يكون فينا بروتين معين، وفي ميكانيزم سبحان الله جدا جدا مذهله بانه كيفيه ارتباط الاكسجين، وفينا طبعا بيرتبط هو مع الحديد، في ميكانيزم معين جدا رائع تمام، وكيف تنظيم البروتينات وتنظيم الامينو اسيدز بيكون يعني رائع، رائع مذهل جدا. فالهيموغلوبين هو المسؤول عن نقل الاكسجين تمام خلال البلد. وكمان مره برجع بكررها انه اي مشكله على مستوى اللنجز، على مستوى البلد، على مستوى التيشوز راح يؤدي بالنهايه لهيبوكسيا. عرفنا شو معناته اكسترنال ريسبيريشن وانترنال. الاكسترنال بين اللي هم الاكسترنال انفايرمنت واللي هي والبلد اللي هم البلمونري بلد. اما بالنسبه للانترنال ريسبيريشن فانا بحكي عن اللي هم الكابيلاريز والتيشو سيلز. طيب الاستراكشر تبع الريسبيراتوري سيستم زي ما احنا بنعرف، يعني تمام لازم الكافيتي او الكافيتي بتدخل من خلالها اللي هم الاكسجين تمام والاذر غازز بشكل عام، وبدخلوا هيك تمام من اللارينكس، وبيروح بعدين بيكملوا على في التريكيا. ومن التريكيا تمام ان شاء الله تكون الخط واضح، من التريكيا بدخلوا فينا هون فينا رايت برونكاي او رايت برونكاس وليفت برونكاس، رايت برونكاس وفينا ليفت برونكس. وبعدين بنقسمه لبرونكيولز. طبعا نحكي برونكس هذا البرايمري، هو اللي بيكون اكبر، بعدين بصير فينا برونكيولز هم اصغر من البرونكاي، برونكاي اكبر بحكي كديامتر تمام، بعدين برونكيولز اصغر واصغر 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 اصغر واصغر، بعدين لحد ما نوصل لشيء اسمه ريسبيراتوري برونكيولز، لكن يعني مثلا اللي هم الالفيولار داكتس، حتى لنوصل بالنهايه للحويصلات الهوائيه او الالفيولاي. فالحويصلات الهوائيه شو بنسميهم؟ اسمهم الفيولاي. قبل ما نوصل للالفيولاي في عندنا الفيولار داكتس، يعني 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 زي في عندنا قناه او مجرى بوصلنا للداكتس للالفيولاي بنسميهم الفيولار داكتس، وقبل منهم في عندنا كمان مجرى اسمه اللي هم اسمه الريسبيراتوري برونكيولز، راح اشرحهم برضه هسه. بس بدنا نفهم بالنهايه، يعني شو اللي بدنا نفهم بالنهايه؟ انه هاي مثلا هون في عندنا تريكيا زي هيك بتكون، هاي هون مثلا رايت برونكاي، رايت برونكاس، وهذا ليفت برونكاس تمام، بضلوا يعني يتفرع لاشياء اصغر، يعني اشياء اصغر،
اشياء اصغر، بضل يصغر ويضل يتفرع. طب شو فكركم؟ هذا اهميته ايش؟ هذا اهميته انه نزيد السيرفس اريا. يعني انا خلني انا بدي افترض انه انا ما عنديش كل هالتشعبات هاي كلياتها محيطها، انا بدي افترض انه خلاص هون هي برونكاي وهي خلاص عندها هي حويصل هوائيه. طب ما هو اصلا انا هون انا بس نفكر فيها بمنطق، لو هون يعني قد ما جبت من اللي هم الار مثلا هون انا بحكي هون لانه بالمونري ارتيز، فقد ما جبت هون بالمونري ارتيز او برانشز منه قد ما جبت تمام، مستحيل طبعا الكابيلاريز منه، الكابيلاريز من البالمونري ارتري قد ما جبت كابيلاريز مستحيل تمام انه ال يعني قد السيرفيس السيرفيس اور السيرف اللي بنحكي كلمه سيرفيس اريا اللي هم المساحه تمام، المساحه السطحيه اللي بتصير فيها تبادل المواد. فاحنا بس نتخيلها هون انا عم بحكي عن وحده بس عن الفيولي وحده، فقد ما يعني قد ما جبت بلاد كابيلاريز ما راح يصير في تبادل المواد زي لما يكون عندي 20,000 ضعف اذا مش اكثر، انا ما بعرفش الرقم للامانه صدقا، بس هو يعني ممكن حتى ما بعرف ممكن يوصل لملايين مئات الالاف صدقا ما بعرف الرقم، لكن اكيد ما راح يعني ما راح يكون نفس لما يكون في عندي هذاك العدد من الفيولاي والتشعبات. فشو فكره انه يكون في عندنا كثير تفرعات حتى نزيد اللي هي السيرفيس اريا يعني هو المساحه السطحيه، وبالتالي نزيد تبادل ايش الاكسجين والسي او 2. فهي كل الفكره من هذا الامر. طيب فحكينا هنا شويه اللي هم شويه عن الاناتومي، هون حكينا هي فينا اللارينكس بتكمل بعدين اللي هي الحنجره، بتكمل بعدين فينا اللي هم تريكيا اللي هم القصب الهوائيه تمام، بعدين تتفرع لبرونكاي رايت برونكاس وليفت برونكاس، رايت برونكاس وليفت برونكاس، بعدين بتتفرع على برونكيولز اصغر منهم وبتكملوا بيكملوا. طبعا كل ما نصغر احنا واضحه كل ما نصغر مثلا بيصيروا يسموهم شيء ثاني، فينا اول شيء برايمري برونكاي اكيد هو اكبر من السكندري برونكاي، اكيد هو اكبر من التيرشري برونكاي، بعدين بيصير فينا شيء اسمه برونكيولز، بعدين شيء اسمه تيرمينال برونكيولز. يعني هذا كويس تعرفه، برايمري يعني سهل مش سهل. يعني تريكيا برايمري سكندري تيرشري، بعد البرايمري سكندري تيرشري فينا برونكيولز تيرمينال برونكيولز، ولسه ما نوقفش هون بنكمل فينا ريسبيراتوري برونكيولز، ريسبيراتوري برونكيولز انا ما راح اكتبهم بس انهم هذا، وبعد ريسبيراتوري برونكيولز فينا الفيولار داكتس راح موجوده طبعا، وبعد الفيولار داكتس فينا الالفيولاي تمام. هاي برضه مهمه. فلارينكس تريكيا بنقسم لرايت وبرونكاس طبعا برايمري، بعدين فينا سكندري، بعدين فينا تيرشري، وبكمل بكمل 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 لحد ما نوصل للتيرمينال تيرمينال برونكيولز تمام. وبعد ما نكمل بعدها بنكمل فينا ريسبيراتوري برونكيولز، يعني كلهم اشياء اصغر ما نعقد حنا في الامور، هم فقط اشياء اصغر شعيبات اصغر 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 لحد ما نوصل بالنهايه للالفيولاي وهو الحويصلات الهوائيه، وهناك بيصير تبادل المواد بشكل رئيسي، لانه في عندنا برضه تبادل المواد بصير في منطقتين كمان راح اشرحهم هسه لما نحكي عن الفرق بين الكوندكتنج زون والريسبيراتوري زون. شو الفرق بين الريسبيراتوري زون والكوندكتنج زون؟ الكوندكتنج زون هي فقط هي مناطق فقط بتنقل الهواء، ما بيصير فيها تبادل، هاي نقطة مهمة جدا 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 ركز عليها، الكوندكتنج زون ما بيصير فيها تبادل للغازات. يعني لما نحكي مثلا على تريكيا، هل تريكيا مثلا الاكسجين هون بيطلع من هون بصير في مع البلد بيكون حواليه بصير في تبادل؟ لا طبعا. لما هاي بنسميها كوندكت، لانها شو اسمها؟ اسمها كوندكتنج زون فقط ناقله. طبعا على البرايمري برونكاي لا، على السكندري لا، على التيرشري لا، على البرونكيولز لا، على التيرمينال برونكيولز برضه لا. فعلى كل هذول الخمس الفايف ليفل هذول اللي حكيناهم برايمري سكندري تيرشري برونكيولز تيرمينال برونكيولز ما بيصير في عندنا اي اكسشينج للاكسجين والسي او 2 ولا للغازز تمام. هاي كثير نقطه مهمه. بينما لما نحكي عن ثلاث اشياء هذول بنسميها كوندكتنج ناقله، الاسم لحاله انت بس انك تفهم الاسم راح تعرف كوندكتنج زون خلاص ما بتنقل. بينما لما نحكي عن ريسبيراتوري برونكيولز انا كاتبها هون ريسبيراتوري برونكيولز الفيولار داكتس والفيولاي، هذول الثلاثه ريسبيراتوري برونكيولز الفيولار داكتس والفيولاي، هذول الثلاثه بيصير في فيهم ايش؟ تبادل المواد. هذول الثلاثه بيصير فيهم تبادل المواد. فهون راح نلاقي مكتوب سلاجات، ما هو الريسبيراتوري زون؟ شو تعريفه؟ It is the region of gas exchange between the air and the blood. فهون بيصير في عندنا الاكسشينج اوف جازز. شو الريسبيراتوري زون؟ شو تحتوي؟ تحتوي على ريسبيراتوري برونكيولز هي مكتوبه، والفيولار ساكس طبعا مش مكتوب الالفيولار داكس مش مشكله، هي اصلا التي تصل بين الريسبيراتوري برونكيولز والالفيولار ساكس هم فينا الالفيولار داكس بس مش كثير مهمه، انما يعني خلاص هي اصلا باي ديفولت معروف انه انت ريسبيراتوري برونكيولز بعدين في عندك الفيولار داكس بعدين في عندك الفيولاي مش مهم كثير. طبعا ساك زي ما كنا زي كنا كيس منتفخ. طيب طبعا هون ها سبحان الله لقيت الرقم
8 مليون الفيولر ساكت. فانت تخيل، طلع قارن بين لما يكون فترة في عندك بس واحدة الفيولر ساكت، ولا حتى مش واحدة، عندك بلاوي، وبين لما يكون في عندك 8 مليون الفيولر ساكت، 8 مليون الفيولر ساكت. فطلع انت كمية اللي هم خلينا قديش راح يصير في عندك سيرفيس اريا. طب سبحان الله قديش وفرت في عندنا سيرفيس اريا هذول البيولاي، تمام، سيرفيس اير لتبادل المواد من خلالهم. 8 مليون، تتخيل 8 مليون وكل واحدة قديش عليها سيرفيس اريا، وقديش من خلالها بيصير فيها تبادل للمواد. فالريسبيراتوري زون هي المنطقة اللي بيصير فيها تبادل للمواد، تحتوي على ايش؟ ريسبيراتوري، شو هي عبارة عن شو؟ ريسبيراتوري برونكيولز، الفيولار داكتس والالفيولار ساكس، تمام؟ طيب طرقنا على هذا الكلام. اما الكوندكتنج فبنحكي عن التريكيا، برايمري برونكاس، برونكيال تري بشكل عام، اللي هم حتى نوصل للتيرمينال برونكيولز. فحتى التيرمينال برونكيولز ما في في عندنا تبادل المواد. لكن لما نحكي عن الالفيولاي، لما نحكي عن الريسبيراتوري برونكيولز، لما نحكي عن الالفيولار داكتس، بنحكي عن اللي هم الريسبيراتوري زون اللي بيصير فيها تبادل للمواد. طيب وانا برضو بكمل لنا شويه معلومات عن الريسبيراتوري سيستم، انه طبعا كلهم، كل الاير لازم يعبر لكل الاستراكشرز اللي قبله، اكيد البرايمري والسكندري والتيرشري لعبين ما يوصل للريسبيراتوري زون. طيب فهي اول استراكشر، هاي تفسير جمله اول استراكشرز الاير باسز ثرو بيفور ريتشينج يعني اللي هم الريسبيراتوري زون. هلا شو اهم، شو هذا اهميته؟ طبعا الهواء يعني اللي خلينا في الريسبيراتوري سيستم، تمام، وورمز اند هيوميد يعني هيوميديفايز انسبايرد اير. طبعا هذا هذول اللي حكيناهم كلهم البرايمري والسكندري كله، هذا بيدفي الهواء اللي داخل على الجسم، بيسوي له شويه يعني هيوميديفيكيشن، يعني بيعمل له عمليه زي ترطيب، تمام. فلترز اند كلينز برضه، يعني مش بس فقط يعني ترطيب وكذا، وانما ايضا بيعمل عمليه فلتره، تمام، بحيث انه ما يدخل اي شيء على اللي هم على الجسم. طيب فهذا بالنسبه له انه شو اهميه هذول البرايمري والتريكيا والسكندري الى اخره. طبعا بيكون في عندنا ميوكاس ميمبرينز زي ما اتفقنا، بتمنع بتعمل عمليه فلتر، يعني بتفلتر الاير الانسبايرد اير اللي داخل على الجسم. طيب وبعدين اذا كان في بيعلق كلهم زي ما اتفقنا، الميوكاس بيعمل تراب للبارتيكلز، يعني زي كانه مصيده، اي بارتيكلز كبيره كذا، حشرات، مش حشرات، اي شيء مثلا بدخل جراثيم بدخل للجسم من خلال الانسبايرد اير، تعمل عمليه الترابينج، وبعدين من خلال الميوكاس، تمام، بموفد باي ذا سيليا وبتطلعوا خارج الجسم، بتطلعوا خارج الجسم على صوره اللي هم الفيلم او البرده. طيب هذا معنى اكسبكتوريتد. طيب الاول ديفايدد انتو، هسه الريسبيراتوري سيستم يعني او الريسبيراتوري تراكت مقسم الى ابر ريسبيراتوري تراكت ولور ريسبيراتوري تراكت. الابر هو من لما يدخل الهواء لعند اللارينكس اللي هي الحنجره، فلما عند يدخل الهواء لعند اللارينكس لهي الليفل، من لما يدخل تمام، من لما يدخل الهواء لعند اللارينكس، يعني هاي المنطقة هاي بنسميها upper respiratory tract، تمام، ولما عند اللارينكس لحد الالفيولاي هاي بنسميها ايش؟ lower respiratory tract، تمام. فأعتقد انها واضحة بهذا الشيء، من اللارينكس للالفيولاي هاي بنسميها تمام lower respiratory tract، اما من الانترنس لللارينكس هاي بنسميها upper respiratory tract. هاي مهم انه مثلا بقول لك حدد الانفكشن مثلا في الابر ريسبيراتوري تراكت ولا في اللور، يعني هيك بس فقط، يعني انه والله مثلا الانفكشن اجى في الابر ريسبيراتوري، مثلا انه ممكن يصير هيك وهيك، يعني اشياء فقط اللي دخل باشياء زي هيك، انه هذا ابر وهذا لور. طيب هلا الكارتج والبرودكشن، هنا شويه هيستولوجي بنحكي هنا، انه الفيرست 10 جينيريشنز، احنا شو حكينا قبل؟ شو حكينا في ان اللي هم في عندنا مثلا اللي هم التريكيا، في عندنا بعدين برايمري برونكاس، سكندري، تيرشري، برونكيولز، تيرمينال. طبعا في عندنا لسه كمان مش بس هدول، تمام، بس في عندنا كثير من هدول. اول عشرة منهم، اول عشرة منهم، تمام، اول عشرة منهم هدول بشو بيكونوا؟ بيكون في عليهم حوالينهم كارتريج، تمام، بتكون الكارتريج هذا بيعملهم ايش؟ سبورت، يعني يعني زي كانوا داعم لهم. فانت تخيل انت زي هيك انبوب وحواليه كارتريج، فبالتالي هدول بنسميهم نون كولابسبل. نون كولابسبل يعني زي كانهم ايش؟ ما بنطعجوا على بعض، او انها يعني بالضبط، بس انه كولابسبل انه ايش؟ ما بنطعجوا على بعض، او ما بصير في عملتهم طي، يعني مثلا بعد ما مثلا دخل الهواء، بعد مثلا ما يدخل الهواء، تمام، انتفخت مثلا شوي، مش بيرجع مثلا بصير مثلا زي كانهم جعلك او ايش زي هيك، ولا يعني هيك الكولابس، يعني انهم بينطوا على بعض او شيء زي هيك، تمام. فهي بنسميها اللي هي او 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 اول عشرة ما نون كولابسبل، تمام. بينما من 12 ل 16
البرونكيول هذول، تمام، هذول ما عندهم كارتيج، وبالتالي هم كولابسبل. طبعا مش كولابسبل بالظروف العاديه، وانما كولابسبل في ظروف معينه، اذا صار فينا مثلا انفلاميشن ممكن يصير لهم كولابس، تمام، مش بالظروف العاديه. فمن 10 اول 10 هذول نون كولابسبل، اول 10 نون كولابسبل، من 12 ل 16 هذول ايش كولابسبل بسبب انه ما عندهم مش كارتيج. فهي فقط عمل ايش اهم، هاي هي بتبرز هنا اهميه الكارتيج. طيب هنا برضو كهستولوجي انه من 0 ل 16 هاي بنسميها كوندكتيف، ومن احنا اتفقنا قبل شوي انه الكوندكتيف زون هي فقط بصير فيها فقط اللي هي النقل للاكسجين لحد ما يوصل لحد ما يوصل للريسبيراتوري الفيولاي، عفوا لحد ما يوصل للريسبيراتوري برونكيول الفيولار داكتس والفيولاي، وبعدين شو بصير في عندنا اللي هم هاي بنسميها ريسبيراتوري زون. يعني هاي هي من الريسبيراتوري الفيولاي ريسبيراتوري عفوا برونكاي، من الريسبيراتوري برونكيولز، انا بعتذر ريسبيراتوري برونكيولز، وبعدين فين الالفيولار داكتس والالفيولاي، هذا بنسميها ريسبيراتوري زون من 17 ل 23. يعني كم يعني معلومات تكونوا برضه مش يعني كويس تكونوا عارفين. طيب هون بنحكي عن الاناتومي تبع اللي هم اللوبيول اوف ذا لانجز. طيب هنا عندنا عده مرات بيكون في انه هنا تريكيا بنقسم دول ينقسم لحد ما نوصل ل تيرمينال برونكيول، واتفقنا لسه في عندنا بعدين ريسبيراتوري الفيولار داكتس الفيولار ساكتس، هاي حكيناها كل هذه التفاصيل، وهدول الثلاثه بنسميهم ريسبيراتوري زون، هذا كله تفاصيل حكيناها. وطلع هون كيف طلع هون البلمونري كابيلاريز، طلع كيف الكابيلاريز، طلع كيف عامل الرينجمنت اراوند الالفيولار ساكتس. هون طبعا هذا هيستولوجيكال سيكشن، يعني بيوضح لك هون انه كيف الارنجمنت تبع التيرمينال برونكيول هون البلد فيسلز، يعني مش كثير اشياء مهمه هون لان هذا دخل اكثر بالهيستولوجي، لكن كونوا يعني هيك اطلعوا على الرسمه مش غلط، لكن هاي اكثر هيستولوجي من الفسيولوجي. طيب الالفيولاي، شو هم الالفيولاي؟ هم عباره عن كب شيب زي هيك زي الفنجان هيك، فكب شيب اوت بوتشنج اللي هو شيء هيك زي بروز طالع هيك، هذا الانتفاخ، تمام، الالفيولاي زي كانه كيس منتفخ، ما شفنا شكله عدة مرات، هاي هذا هو وصفه. فبقول لك out poaching، هاي هذا هو زي الأكياس، بسموهم هيك أصلا بسموهم alveolar sacs اللي هم زي الأكياس. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. في هدول الالفي طبعا الالفيولاي هو عبارة عن شو الالفيولاي، يعني هيك لما نطلع هيك مثلا نمسك مثلا الالفيولاي واحدة مثلا، مثلا الالفيولاي هي جمع، تمام، نمسك مثلا الفيولس ممكن هي المفرد مش مشكلة، فهي نفسها الفيولس هاي هي بتكون تبطنها، يعني هي عبارة عن شو، عبارة عن فقط طبقة واحدة من الخلايا. فلو نشوف مثلا ايوه هاي رسمة جدا رائعة، لو نشوف هاي الرسمة بنلاحظ هون هاي الفيولس، هاي الفيولس هي عبارة عن شو، هي طلع فقط هي عبارة عن خلية طبقة من يعني هي طبقة واحدة من الخلايا زي ما احنا شايفين، هي طبقة واحدة من الخلايا كلها. طبعا انتو هيك تخيل انه هيك خلايا طبقة واحدة، هيها لو نشوف الثيكنس هون هاي نفسها كلها هاي خلية واحدة، يعني هاي خلية كلياتهم ايش خلية واحدة، هون خلية، فهاي كلياتها عبارة عن شو، عبارة عن خلية واحدة، لكن هيك الارينجمنت تبعها جاي ايش على شكل دائرة على شكل كرة عفوا، فهي عبارة عن خلية واحدة والارين وعامل الارينجمنت ايش على شكل ايش على شكل دائرة. فمسويتنا هذا الكيس. هسه هاي الخلايا في منها نوعين، من هاي الخلايا في عندنا تايب 1 نيوموسايتس وفي عندنا تايب 2 نيوموسايتس، وفي عندنا تايب 1 وفي عندنا تايب 2. طب شو يعني طب شو تايب 1 الفيولار سيلز او تايب 1 نيوموسايتس وفي عندنا تايب 2 الفيولار سيلز او في عندنا تايب 2 نيوموسايتس، شو قصه هذول؟ التايب 2 اهميتهم في انهم يصنعوا شيء اسمه سيرفاكتنت، فهي اي اول اهميه، والأهمية الثانية اللي هي قصة الريجينريشن. فهم مهم يعني التايب 2 لو قلنا شو أهميتهم شغلة إنهم يصنعون السيرفاكتنز، والأهمية الثانية لقصص اللي هم إيش ريجينريشن، يعني مثلا صار في عنا في اللنج تيشو صار في عنا دمج، مين بيعمل لي الريجينريشن خاصة في الألفيولاي؟ بنحكي عن اللي هم التايب 2، فهي مهمة للريجينريشن، تمام، ومهمة لتصنيع السيرفاكتنز. هذا نحكي عن التايب 2، بينما التايب 1 هم اللي بتصير من خلالهم الجاز اكستشينج. فعشان هم عباره عن ايش فيري ثين، بيكونوا هم التايب 1، تايب 1 سيلز بيكونوا فيري ثين وهم المين سايت للجاز اكستشينج، واكيد مور نيومرس دان تايب 2. يعني يقول لك مين اكثر في عندنا تايب 1 ولا تايب 2؟ اكيد تايب 1 لانه هو اللي من خلاله بيصير الجاز اكستشينج، تمام، هو المين سايت اوف جاز اكستشينج، فهم اكيد اكثر من تايب 2. تايب 2 مسؤول عن تصنيع السيرفاكتنتس اللي هسه رح نفهم شو قصتها،
وهذا بسموهم السبتال سيلز، بسموهم سبتال سيلز. وايضا مسؤول عن طبعا هون بسكريت الفيولر فلويد، يعني اشياء زي هيك سيرفاكتنس الفيولر فلويد، وهو ايضا مسؤول عن الريجنريشن. لهم اسم ثاني اللي هم السبتال سيلز. حكينا على الكومبوننتس، بيكون في عندنا هون فقط اللي هم ثين، هاي هون لاير تايب 1، هاي الفيولر سيل تايب 1 تمام ثين لاير. وفي عندنا هي هون التايب 2 بتكون كوبويدال، يعني هذول بيكون سكويمس. سكويمس يعني زي كانها ايش مسطحه، يعني سكويمس هيك بتكون خليه هيك مسطحه، فبالتالي تبادل الغازات بصير اسهل. بينما الخلايا التايب 2 هي اكيد يعني مش هي الخلايا اللي بتصير من خلال الغاز اكسشينج، لانها بتكون كوبويدال يعني هيك كرويه الشكل، فتبادل راح يكون اصعب، اكيد راح يكون اصعب. اما التايب 1 بتكون سكويمس، سكويمس يعني مسطحه، اما هاي بتكون كوبويدال. وهنا قلنا بيكون فينا طبقه واحده تايب 1 عشان اللي هي فقط تبادل المواد، تايب 2 او السبتال سيلز عشان تصنيع اللي هم السيرفاكتنس اللي هسه رح نفهم شو قصتهم، وتصنيع ايضا اللي هم السكريت اللي هم الالفيولر فلويد، وايضا هي عمليه الريجنريشن. فهي قصص اللي هم هي الكومبوننتس تبعون الالفيولس. طيب حكينا هاي نفس الرسمه هون، طلع هيك كيف الطبقه واحده من الخلايا. هون برضه في عندنا اكيد اللي هم رح نحكي عن السيرفاكتنت، اكيد في عندنا اكيد في عندنا الاستيك فايبرز تايب 1 سيل حكينا عنها، اكيد في عندنا الفيولر ماكروفيج برضه، اوعى يعني لازم نتذكر انه في ايضا ماكروفيجز اكيد عشان تنتقل الميكروب، اي ميكروب بدخل على اللنج، لانه يعني كومن خلينا نحكي راوت او كومن يعني واي خلينا نحكي الى هالميكروب تدخل، فاكيد لازم يكون فينا ماكروفيجز عشان السريع، واكيد لازم يكون فينا ميوكس برضه على هالايرويز عشان اي شيء تلتقط على السريع البارتيكلز وتطلعها من خلال الفيلم او من خلال اللي هم البلغم. طيب هسه هاي الرسمه جدا للامانه يعني كثير مهم نفهمها بكامل تفاصيلها. طيب هسه اصلا نحكي هسه نحكي بالبدايه من القلب، الدم كيف بصير وكيف بصير في عملية اللي هم السيركيوليشن كامل، وكيف بصير وكيف بتصير تبادل المواد من خلال اللنجز. هسه هنا اذا ما كنتوش فاهمين من قبل هسه ان شاء الله هون راح تفهموا. طيب من البدايه انا الدم عندي بيرجع من كل هالاجزاء الجسم، بيرجع بصب وين؟ بصب في عندي من خلال الفينز اللي هم سواء كانوا فينا سوبيريور ولا انفيريور فينا كافا، الاسم مش مهم، بصبوا فينا عفوا في الرايت اتريوم. وين بصبوا في الرايت اتريوم. طب من الرايت اتريوم بدي احاول ارسم القلب انا هيك تمام، اربع حجرات، فهم بصبوا وين؟ بصبوا في الرايت اتريوم، سوبيريور ولا انفيريور فينا كافا بصبوا وين؟ في الرايت اتريوم. الدم بتجمع هون وبنزل لوين؟ بتجمل للرايت فينتريكل. الرايت هاي هسه هون الدم صار هون في الرايت فينتريكل. من خلال الرايت فينتريكل بيطلع الدم وين بروح؟ بيطلع الدم وبروح على اللنجز من خلال بلمونري ارتري. هسه هون نحاول نركز لانه هاي كل اشياء مهمه جدا تمام. فبيطلع الدم وين بروح؟ هذا اسمه بلمونري ارتري، رغم انه بيحمل يعني احنا بنسميه بلمونري ارتري، رغم انه بيحمل ايش؟ رغم انه بيحمل دي اوكسجينيتد بلاد، يعني المفروض الارتر بيحمل اوكسجينيتد بلاد، لكن فقط هاي الحاله البلمونري ارتري بيحمل دي اوكسجينيتد. وين بروح؟ بروح على اللنجز. فاحنا هون خلينا نكمل، انا بدي اكمل الشغله وشغل على هاي الرسمه. فهي انا هون هذا هو الارتري اللي باشر عليه قاعد، انا غير اللون بس عشان ما تخربطوا، اللون الاخضر هذا الارتري تمام. هذا الارتري اللي هو رايح لللنج، هذا شو اسمه اللي هي فينا بالمونري سيكيوريشن، هذا اسمه البلمونري ارتري، بالمونري ارتري بيروح على اللنجز. وين بيعملوا؟ بيسووا لك الكابيلاريز، بيضلهم الارتريز بيصغروا 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 بيسووا لنا الكابيلاريز. الكابيلاريز وين بتكون ارينجد؟ بتكون ارينجد حول هالالفيولاي. ممتاز. فراح يكون في عندنا الارينجمنت، هاي هون بيكون فينا الفيسلز تمام، وهذا الوول تبع الالفيولاي. فهون راح يصير فينا ايش؟ تبادل المواد. طب صار تبادل المواد، الاكسجين دخل لهون والسي او 2 طلع. طب صار بعد ما صار تبادل المواد، مين حيرجع لي هسه الدم للقلب عشان يصير فينا اللي هم يتوزع لكامل اجزاء الجسم؟ اللي حيرجع لي اياه اللي هو البلمونري فين. فهون بس في هاي الحاله بتنعكس، البلمونري ارتري هو اللي طلع اللي هو الدم اللي كان فيه سي او 2، اللي كان فيه خلينا نحكي دي اوكسجينيتد بلاد، ما كان فيه اكسجين كافي او كميه كبيره من الاكسجين، لا اللي هم الالفيولاي. اما اللي رجع من الالفيولاي اوكسجينيتد للقلب اسمه بلمونري فين، فهذا اسمه بلمونري فين، رغم انه بيحمل اكسجين. احنا بنعرف انه الفينز بيحملوا ايش؟ بس تمام هنكمل، رغم انه بنعرف انه الفينز بيحملوا دي اوكسجينيتد، دي اوكسجينيتد يعني مش انه ما فيه اكسجين، وانما فيه الضغط الاكسجين بيكون فيه قليل او منخفض، لكن فقط في هاي الحاله انعكست الامور. طيب
رجع الدم وين؟ الدم رجع هي هون من البلمونري فين، طبعا فينا 4 بلمونري فينز، وين بصبوا؟ بصبوا في الليفت اتريوم، فهي هون صبوا وين؟ في الليفت اتريوم، فهي بعد ما صبوا في الليفت اتريوم تجمع الدم هون، بعدين نزل في الليفت فنتريكل، ومن الليفت فنتريكل بعدين من خلال الايرطة او الابهر، طبعا بيكون اكبر من هيك، خلينا ارسمه بلون ثاني، تمام؟ ويفترض ارسمه بالاحمر بس مش مشكلة، بدي ارسمه ب خلينا نحكي مثلا بالاسود، تمام؟ فمن خلال الليفت فنتريكل بيطلع هيك، طبعا بحاول اني اوضحه اكثر، تمام؟ وبروح لكل اجزاء الجسم من خلال الليفت فنتريكل، تمام؟ بوصل الدم لجميع اجزاء الجسم، تمام؟ فهي ان شاء الله تكون الامور واضحه، هاي جدا مهم تفهموها، اللي هي قصه انه كيف انتقال الدم بصير. طيب طبعا بعدين من خلال اجزاء، يعني من الايرطة لكامل اجزاء الجسم، تمام؟ وبنتقل في عندنا الاكسجين هون للتيشوز، والسي او 2 بيطلع الدم، وبتكمل في عندنا اللي هي هاي اللي هي السيركل، كلها هاي السيركل كامله كمان مره. طيب فنكمل ان شاء الله، هاي تكون امور واضحه بالنسبه لي لهذيك الرسمه. هلا هون في عندنا في الفرق، بيقول لك انه احنا مثلا في الانسبايرد اير، اللي هو الاير اللي احنا نعمله انسبايريشن، اللي هو عمليه الشهيق. فالبارت البريشرز في الجازز في الانسبايرد اير هو الالفيولر اير، في بعض الاحيان بتغير، يعني مثلا انا الانسبايرد اير كان فيه اكسجين كميه معينه، يعني هون خلينا نغير اللون ثواني، يعني هون كميه الاكسجين كانت مثلا 159، طب هون الداخل الالفيولر، يعني انا هون بحكي في الـ في الـ في, الـ في الـ الهواء اللي انا تنفسته اللي هو استنشقته من خلال الشهيق، كان فيه 159 ملي ميركوري، تمام؟ ملي متر ميركوري من اللي هو الاكسجين، لكن لما اللي وصل للالفيولاي كان اقل من هيك. شو السبب؟ السبب فينا قسمين، اول شيء فينا شغلتين. القسم الاول، تمام، انه الاكسجين بيصير له ميكسينج مع اذر جازز بشكل عام، يعني لما نحكي مثلا على مستوى، احنا رح نشرحها اكثر هاي، يعني مش رح نشرح اكثر هون، مثلا بدي اوضحها هون. هاي الاكسجين هون في اتموسفيريك، يعني هذا في 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 الجو بشكل عام، تركيزه كان مثلا 160، لما وصل وين؟ لما وصل على التريكيا، وصل على المناطق هاي، تريكيا برايمري سيكندري تيرشري برونكاي، لسه احنا بنحكي عن الكوندكتنج زون، لما كان في الكوندكتنج زون جزء منه مش حكينا بس اصلا جزء من وظائف اللانجز انها بتسوي هيوميديفيكيشن، ترطيب وفلترنج وكذا، جزء من هالاكسجين هذا ضاع في هذيك القصص، فقل الضغط تبعه من 160 ل 150. هذا اول شيء قل، ليش؟ انه احنا حكينا ليش الاكسجين بيكون تركيزه معين وبقل، يعني ما بوصل نفسه من الهواء للالفيولاي. فشو القصه؟ القصه انه بقل تدريجيا. فهنا لما كان في هذول الكوندكتنج زون، هي هاي طبعا اي دي اسمها اناتوميكالي ديد، يعني اناتوميكالي مثلا، يعني هم اناتوميكالي ديد، ممكن ريجونز مش عارف الامانه، بس انها بشكل عام اناتوميكالي ديد، اللي هم كوندكتنج زونز، اللي هم اللي كانت تعملنا عمليه النقل بس. ف هذول اللي هم زي التريكيا، زي البرايمري برونكاي، زي السكندري، زي التيرشري، زي حتى كلهم اللي حكيناهم كونتاكتنج زونز، ما بصير فيهم تبادل المواد عشان القصص اللي هي الهوميديفيكيشن وهالاشياء، بيقل تركيز الاكسجين لتقريبا 150. لما نوصل للالفيولاي صار 100، طب قل كثير هون، طب شو السبب؟ السبب هون انه الاكسجين صار له ميكسينج مع اذر جازز، احنا حكينا قبل شوي انه تبادل الغازات ما بصير بس O2 و CO2، لا بيكون في عندنا كثير غازات، فمع عملية هالميكسينج مع البلك الغازز اللي بيكون موجودة في الالفيولاي، بيضيع برضو جزء من تركيز الأكسجين، فبيقل من 150 ل 100، فاللي بوصل للالفيولاي هو مش نفسه اللي كان في الاتموسفير. شو السبب؟ قصة الميكسينج والهيوميديفيكيشن والأشياء اللي حكينا عنها. طبعا أكيد هذا طبعا الالفيولر بعدين بيصير له ديفيوجن للالفيولاي، وبعدين عصري وين بيروح؟ من عفوا للارتريز، تمام؟ ومن الارتريز على للفينز. هذا انا طبعا الارتريز للفينز راح اشرحها كمان شوي، لكن العبره من هاي سلايد بدي اوضح لكم انه مش نفس التراكيز اللي بتكون مثلا في الهواء الانسبايرد اير، هي نفس اللي راح توصل لي في الالفيولاي. طبعا والسي او 2 اكيد بيكون تركيزه قليل بالانسبايرد اير، وكانما اكيد في الالفيولر اير راح يزيد. ليش؟ لانه انا اكيد انا اصلا طلعت الـ CO2 من البلمونري كابيلاريز لايش؟ للالفيولاي، فاكيد التركيز راح يزيد الـ CO2، اكيد اللي هي الـ O2 راح تقل. طبعا هي بتكون يعني
ما بدي احكي بدها ما بدي احكي يعني بالنسبه للانسباير دير بتقل تمام، بس بالنسبه للي كان موجود لا خلاص ليش ندخل بالتفاصيل كثير. اللي بيهمنا بالنهايه انه الانسباير دير اوكسجين ما بوصل نفسه للالفيولاي سبب انه قصه الميكسنج والهيوميديفيكيشن. طيب بس بني طبعا هون طبعا فينا تركيز كبير جدا من النيتروجين برضه، لكن حرفيا هو اللي النيتروجين السوليبيليتي له قليله، ف يعني هذا برضه مش كثير مهم طبعا النيتروجين يعني ما مش كثير مركز عليه، احنا اكثر مركز على الاو 2 CO2. لكن يعني عشان نتذكر دائما انه مش بس انت مش انه نحكي عن احنا في جسمنا فقط في تبادل للاكسجين والسي او 2، لا في تبادل اكثر، بس هذول هم اهم شيء وهذول هم نركز عليهم دائما. لكن بالنهايه التوتال بريشر لازم يضل نفسه، يعني التوتال بريشر بين الانسبايرد اير والالفيولر اير لازم يضل ثابت. يعني الزياده في مثلا في الزياده في السي او 2 مثلا قابلوا نقص هون، مثلا الزياده مثلا في الان 2 او في النقص قابلوا زياده هون او هون، فبالنهايه لازم يضل التوتال بريشر نفسه. طيب هاي شرحناها وحكينا انه نفس القصه، انه في اخذنا مثال الاتموسفيريك 160 بقل، هون قصه الهيوميديفيكيشن برضه، هون ميكسينج مع الادر جازز برضه بقل، يعني حكينا كل هذا الكلام. نكمل هسه هون في انه اللي هم الدالتونز لو. شو قصه هم قانون دالتون؟ قانون دالتون بيقول لك انه كل غاز، مثلا انا في عندي مجموعه غازات تمام، كل غاز له يعني يؤثر تمام او له يعني ضغطه الخاص، يعني مثلا كل غاز له ضغط، فكل غاز له ضغط، وهذا الضغط هو يعني راح يسويه حتى لو كان جزء من مجموعه غازات. يعني مثلا في عندنا مجموعه غازات، حتى لو في عندنا مجموعه غازات تمام، هذا الغاز ما راح يتاثر بالغازات الموجوده وانما سيمارس ضغطه عادي. طيب فهي قصه دالتون، انه كل غاز انه ميكشر اوف غازز exerts its own pressure as if no other gases were present، إنه زي كأنه مش موجودين هذولا، فهو ضغط الغاز بيكون موجود حتى لو كان موجود مع other gases. طيب فهنا طبعا كل specific gas مثلا PX، فtotal pressure هو sum of the all، يعني مثلا أنا الأتموسفيريك بدي أحكي تبع N2 O2 CO2 H2O كلهم كلياتهم، عشان أحسب لهم الأتموسفيريك pressure لازم أحسب الضغط الجزئي لكل هذول الغازات، وكل غاز ديفيوز اكروس البرميه بالممبرين من اللي بيكون المنطقه اللي بيكون فيها البارتشر بريشر تبعته اعلى من المنطقه اللي بيكون فيها البارتشر تبع البارتشر. هاي نقطه جدا 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 مهمه. شو قصه دالتون لو اصلا؟ ليش؟ شو فلسفته انه يقولنا انه مثلا لو حتى انا يعني اللي يعني خلينا نحكي انتقال غاز معين ما بيعتمد على الاذر غازز وانما بيعتمد على الضغط الجزئي لهذا الغاز، فلو انا مثلا كان في عندي غاز معين ضغطه جزئي في منطقة ما أعلى من المنطقة التالية، راح ينتقل الغاز independent من اللي هم البرشر اللي بيكون من الأذر غازز. أنا بحكي عن الغاز الضغط الجزئي للغاز نفسه، يعني أنا بحكي عن O2، إذا بحكي عن O2 موجود في منطقة معينة أعلى من اللي هم من O2 في منطقة ثانية، حينتقل المنطقة العالية منطقة الأقل، حتى لو كان CO2 في المنطقة اللي راح ينتقل لها أعلى تمام. فهو قصة هاي الاندبندنسي، إنه أنا الاستقلالية، CO2 ما له دخل ب الO2، خلاص O2 بنتقل منطقة أعلى منطقة أقل، CO2 بنتقل منطقة أعلى منطقة أقل، نيتروجين نفس الشيء، وقيس هذا الكلام على أي أذر غاز. طيب حكينا هذا الكلام، فكل ما طبعا كل ما كان الجريتر الديفرنس هذا معروف، أخذنا أصلا في الكونسنتريشن جريد، كل ما كان التركيز أعلى الريت أوف ديفيوجن راح يكون أعلى. البارتشر بريشر طبعا كل ما كان الكونسنتريشن أعلى أكيد البارتشر بريشر راح يكون اعلى. وفي انه هون بقول لك انك انت مثلا انا احنا كيف حسبنا مثلا انه ضغط الجزء مثلا قديش في عندنا ضغط اكسجين مثلا في 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 الجو، في الجو كيف حسبنا اصلا اللي هم البي او 2 او اللي هم الاتموسفيريك بريشر في الاكسجين؟ حسبنا الضغط الكلي للغازات طبعا معروف 760، هذا الضغط الكلي ضربناه في نسبة الأكسجين، يعني الأكسجين قديش نسبته في الغلاف الجوي؟ تقريبا 21% تمام. طبعا النسبة الأعلى للنيتروجين، وفي عندنا نسبة طبعا 21% تقريبا، طبعا 20-98 يعني بفرقش، تقريبا 21% نسبة اللي هم الأكسجين. فبالتالي إذا نسبة الأكسجين 21% والتوتال بريشر للأتموسفيريك بريشر هو 760، معناته الضغط اللي هم الـ O2 في الأتموسفيريك، طبعا O2 هو عبارة عن قديش؟ تقريبا بيكون 160، تقريبا ايش؟ تقريبا 160 تمام. فهاي ان شاء الله امورها تكون برضو واضحه، انه انا بدي احسب الضغط الجزئي لغاز معين، بجيب الضغط الكلي وبحسب وبضربه بايش؟ بتركيز هذا الغاز
فيها الميكسر كامل. فالبارت اوف ذا غاز ويز بالانس وذ ليكويد. طيب هنا نفس القصه، انه هنا بيقول لك انه هذا التطبيق اللي هسه حكيته، اذا انا مثلا بدي احسب قديش في عندي الضغط النيتروجين، بجيب الضغط الكلي وبضرب قديش نسبه النيتروجين في الميكسر هذا. طلع عندي مثلا، بيطلع عندي هنا تقريبا هيك ال O2 حكينا تقريبا 21%، تقريبا بيطلع عندي 160. ال H2O نفس الشيء طبعا، الغاز ال CO2 نفس الشيء، الاذر غاز نفس الشيء كمان، وبالنهايه لازم يطلع عندي قديش 760. هنا حكينا عنها اللي هي انه كل العمليه انه بيطلع عندي من القلب، من حكينا من البلمونري، اهم شيء نتذكر بلمونري ارتري، هنا ارتري بلمونري ارتري، وهنا بيرجع عن طريق الفين بيروح على الليفت اتريوم، هنا بيطلع من الرايت اتريوم، بيطلع من الرايت فينتريكل بيروح لللانجز، بيرجع على الليفت اتريوم، من الليفت اتريوم بيروح على الليفت فينتريكل، من الليفت فينتريكل للايرتا ولا باقي اجزاء اجهزه. طبعا هون من الرايت اتريوم اكيد للرايت فينتريكل، بعدين للبلمونري ارتري. هاي كلها الامور شرحناها. طيب فينا كمان شغله هسه راح اشرحها وحوضح ركز عليها، او خلينا نحكي حنرجع نعيد تاكيدها، انه هون لو بنلاحظ انه احنا قلنا انه الاكسجين بيكون 160 تقريبا، 160 هون وصل للالفيلاي 105. طب هاي قلناها ميكسينج ومش ميكسينج وقصص هيوميديفيكيشن حكيناها. طب لما نوصل حتى لما نوصل طب للشو اسمه للرايت، مثلا هون لما نلاحظ في الرايت في البلمونري فين، هون هذا فين المفروض انه يكون قديش ضغط الاكسجين، لازم على الاقل يكون 105. بنلاحظ انه هون في عندنا مكتوب 100. طب طبعا ارقام مش دقيقه، مش لازم يكون يعني خلاص 105 100، يعني لو كان مثلا هون 100 وهون 95 اللي بيهمني انه قل. طب ليش قل؟ هاي النقصان شو سببه؟ سببه انه لعل بلمونري فينز ممكن انه بعض الفينز، يعني فينز هسه البلمونري فين يفترض انه فيه ايش؟ اكسجين اديد بلاد، يعني فيه اوكس فيه اكسجين. ممكن بعض البرونكيال فينز، بعض الفينز تصب في هذا الفين، يعني مش هم فين، هذا فين وهذا فين، بس هذا واحد من الفينز استثناء حامل اكسجين اديد بلاد، والفين الثاني اللي هم قد يكونوا برونكيال فينز راح نحكي عنهم هسه كمان شوي كاسم برونكيال فينز او او اذر فينز بشكل عام، ممكن بعضهم يصب وين في هذا، فراح يقلل لك نسبة ايش الاكسجينيتد بلد، فبالتالي بيقل مثلا من 100 ل 95 او من 105 ل 100. ان شاء الله الامور تكون واضحه، بس راح اركز عليها هون برضه كمان مره. طب فالاكسجين ديفيوز فروم ذا الفيولر اير حكيناها بتكون تقريبا 100 للبلد للبلمونري كابيلاريز، بيضلوا يتم حتى يصير في عندنا الضوء الضغط الاكسجين. طبعا انا نحكي عن بارتشل بريشر، ماليش دخل بالسي او 2، لو قال لك مثلا السي او 2 صار متعادل انا مالي دخل، لحتى يصير الضغط الاكسجين في البلمونري كابيلاري نفس تبع اللي هم الالفيولار اير. هاي اللي هسه حكيت لكم عنها، سمول اماونت اوف ميكسينج وذ بلاد فروم دي كوندكتينج بورشن اوف ريسبيراتوري سيستمز دروبس البي او 2 اوف ذا بلاد ان ذا بلمونري فينز تو 100 ملي متر ميركوري. هلا اللي وصل هاي مش قلت لكم هسه هنا فوق كمان مره بدي ارجع اعيد شرح هاي الفقره مهمه جدا، انه هون كان 105 وصل على الالفيولار اير. طب ليش صار 100؟ صار 100 لانه بعض اللي هم البرونكيال فينز، وانا شو كاتب؟ كاتب ميكسينج وذ بلاد فروم كوندكتينج بورشن اوف ريسبيراتوري، مش كاتب بالضبط شو هم، اللي انا قلت هون برونكيال فينز، بس مش مشكله. فينز بشكل عام وين بتروح بتصب؟ فينز بتروح بتصب وين؟ بتصب في هذا اللي هم البلمونري فين. طب هدول الفين شو فيهم؟ فيهم دي اوكسجينيتد بلاد، هدول الفينز فيهم ديوكسجين، فراح يصبوا في اللي فيه ايش؟ فيه اوكسجينيتد، فبالتالي راح يقللوا لك نسبه اللي هم الاكسجينيشن من 105 ل 100. فهي هاي ما شو قال لك، فهيها ات دروبس اللي هو البي او 2 تو 100 مليمتر ميركوري. ونفس الكربون دايوكسيد ديفيوزز فروم دي اوكسجينيتد بلاد في البالون كابيلاريز، اللي بيكون فيه من طبعا هذا العكس، طبعا من هون للالفيولر اير ويز، وبتضلها حتى تصير فينا هي التراكيز ومتساوي حتى يصير في عندنا في داخل البلد أربين. طيب حكينا قصة شو معنى الفنتيليشن، هي ميكانيكال بروسيس ذات موفز اللي هم الاير ان اند اوت، حكيناها شو تعريف الفنتيليشن، شو الكنترول سيستمز اهميتها، اهميه المسلز والنيورو والهرمون سيستمز، كل هاي الاشياء حكيناها. حكينا قصة الديفيوجن من وين بصير في عندنا ديفيوجن للاو 2، من وين بصير في عندنا ديفيوجن للسي او 2، والغاز اكستشينج بيعتمد على الديفيوجن، وكل ما كان في عندنا لارج سيرفيس اريا اكيد بيكون في عندنا لارج ديفيوجن ريت. وقصص هسه فينا السيرفيس تنشن، هسه هون قصة السيرفيس تنشن والسيرفاكتنسز امان اللي لمانه برضه جدا مهمة.
السيرف استنشن هسه انت اصلا تخيل انت هسه انك قاعد تنفخ في بالون جوا مثلا جوا بيئه فيها مي مثلا، تخيل انت عم تنفخ بالون جوا مي، طب هل هذا الاشي يعني سهل؟ هذا بالعكس صعب، صعب جدا 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 جدا، تمام؟ طب ما هو احنا نفكر فيها، ما هي اصلا اللانجز وين بتكون محاطه بفلويد. طيب انت زي كانك طبعا مش كامل، لكنه انت زي كانك قاعد تنفخ جوا مي، طب هذا الشيء صعب جدا، فبالتالي راح يكون في عندنا جزء من السين زي سيرفس تنشن، هيك يكون في عندنا شويه قوه توتر وشد، وفي شيء يعني شيء خلينا نحكي مش شيء هيك سهل نسويه. طب هذا حتى نتغلب على السيرفس تنشن، الله سبحانه وتعالى وضع ما يسمى بالسيرفاكتنس. شو السيرفاكتنس هذولا؟ هسه انت نفكر فيها، مش هو بقول لك دائما، مش دائما، احنا مقوله معروفه فرق تسد، صح؟ هو نفس الفكره. السيرفاكتنس شو بيسوا؟ هلا احنا خلينا نفترض هسه انت المفروض انه جزيئات الماء، حسب ما احنا بنعرف جزيئات الماء بتكون مترابطه مع بعضها من خلال هيدروجين بوندز، ليش ما بنقعد هسه نشرح بيولوجي، لكن جزيئات الماء بتكون مترابطه مع بعضها من خلال هيدروجين بوندز، تمام؟ مش مهم هسه نقعد نشرح. طيب لو انا جيت طبعا وبضلهم يعني مثلا لو مثلا هنا في عندي بالون، هيك بالون، اكيد هدول جزيئات المي راح يضلهم مترابطين مع بعضهم، شوي الرسمه سيئه جدا مش مشكله، بس المهم انه الفكره وصلت ان شاء الله، انه مثلا انا في عندي بالون وجوا مي مثلا، فالجزيئات المي حول البالون راح تضلها متواصله، يعني راح تضلها مرتبطه ببعض وما راح يعني بالعكس، وهذا راح يسبب لي التنشن. طب لو انا مثلا حطيت ماده قللت لي ترابط هذول الجزيئات المي مع بعضهم، اكيد هذا راح يقلل لي السيرفس تنشن. فانا هون زي كنا قصه فرق تسد، انه هون السيرفاكتنس هم فقط قللوا لي، هي هون اهميتهم هون مكتوب بالضبط، فات ريدوسز اتراكتيف فورسز اوف هيدروجين بوندينج باي بيكومينج انترسبيرست بتوين اتش 2 مولكيولز، زي كانهم بتحشوا حالهم بتوين هال اتش 2 او مولكيولز، فبالتالي بيقللوا لنا السيرفس تنشن، عشان هيك السيرفس تنشن ان ذا الفيلاي از ريدوسد. فهمتوا شو الفكره؟ فالفكره كلياتها، الفكره كلياتها انه الفوسفور هو عباره عن سيرفاكت، طبعا فوسفور بيت جدا مهم نعرف انهم برودوسد باي اللي هم الالفيولر تايب 2 سيلز، حكيناها ترى بهذا اللي هم اسمهم ايضا السبتال سيلز او اللي هم النيوموسايت سيلز تايب 2، اللي هم نفسهم بيعملوا لك السكريشن تبع الالفيولر فلويد، اللي هم نفسهم بيعملوا لك الريجنريشن، حكينا عنهم في سياقهم، مش هذول الكوندكتنج سيلز، الكوندكتنج سيلز هم تايب 1 اللي كانوا اللي هم المين اصلا مين كومبوننتس، هم الكوندكت هم عفوا تايب 1 نيوموسايتس اللي بيساعد عليهم الغاز اكسشينج، تمام؟ عفوا مش الكوندكتنج، وانما بيساعد عليهم الغاز اكسشينج اللي هم تايب 1 نيوموسايتس. تايب 2 بيصنعوا لك السيرفاكتنت، بيقلل لك ترابط من اتش 2 او مولكيولز، فبيقلل لك السيرفس تنشن. طب شو في هنا ديس اوردرز ريليتد لهذا الشيء؟ انه مثلا في هنا ديس اوردرز اللي هم ريسبيراتوري ديستريس سيندروم او اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، هذول الحالتين برضه بتقل فيهم صناعه السيرفاكتنس لاسباب عديده. نرجع هنا لليبلس، لو اللو اوف ليبلس، اللو اوف ليبلس هون فين البريشر في الالفيولاي از دايركتد بروبورشنال، تمام؟ هسه احنا انا بحب اكتب القانون بهي الطريقه، انه التنشن، تمام، التنشن شو يساوي؟ التنشن يساوي البريشر بالراديوس على 2. طب فهون شو قصه هذا ليبلس او اللو اوف ليبلس؟ قصته اني فهمنا شغله بسيطه، انه انا كل ما زاد في عندي الراديوس، الراديوس اللي هو نصف القطر، يعني كل ما زاد في عندي نصف القطر تبع الالفيلاي، منطق جدا راح يزيد في عندك كل ما زاد هنا، يعني خلينا اوضح اكثر هون، انا اسف جدا. طب فهون فينا الليبلس، ثواني، كل ما زاد في عندنا هون الراديوس، هي هون الراديوس 2، هون الراديوس عندنا 1. كل ما زاد الراديوس هنا 1 وهنا 2، كل ما زاد اكيد راح يصير فينا، طيب خلينا نحكي ممكن نحكي اللي هو ارتباط اكثر مع الايونات اللي هم ارتباط اكثر مع جزيئات المي، وبالتالي راح يزيد فينا السيرفس تنشن، صح ولا لا؟ هي هون راح يكون فينا اكثر، خلينا نحكي جزيئات مي مرتبطه حوالين هاي الالفيولاي، بينما هون اقل، فبالتالي السيرفس تنشن راح يكون اقل. هذا بالنسبه للراديوس. طب بالنسبه للبرشر، اكيد كل ما كان في جوا انا في عندي برشر عالي، اكيد هذا راح يضغط على الوولز، فبالتالي برضه راح يزيد لك ايش السيرفس تنشن، كل ما كان بالعكس، كل ما كان الضغط اقل راح يقلل لك السيرفس تنشن. فهي هي هي عارفين الشيء احنا بنعرفه، بس عم نراجع شو هذا اللو، بنسميه ليبلس لو، انه بقول لك السيرفس تنشن هو كل ما زاد البرشر، كل ما زاد البرشر، تمام؟ هاي نقطه مهمه، انه كل ما زاد البرشر اكيد راح يزيد في عندي السيرفس تنشن،
وكل ما زاد الراديوس اكيد راح يزيد في عندي ايش السيرفس تنشن. فهي علاقه طرديه بين التنشن والبرشر والراديوس. طيب حكينا عن السيرفاكتنس. هنا برضو في اشياء كثير يعني مراجعه في المحاضره تقريبا 40 سلايد، لكن صدقا هي كثير في اشياء منها مراجعه. هسه راح نشوف. فالاكسجين ديفيوزز حكينا من الكابيلاري بلاد بيكون في تقريبا من 100 لهالتيشو. هذا طبعا الانترنال ريسبيريشن اللي هو من التيشوز، تمام، وكل اشياء بنعرفها يعني فيش في شيء. بعدين البلاد او 2 بعدين بقيل بعد ما يصير في عمليه هالاكستشينج، مش كان 100 صار 40. هاي هي قصه اللي هي ايش الكابيلاري، مش هو بيكون بالبدايه شو بيكون في عندنا. خلينا بس ارجع انزل على هاي او هون. هون ممتازه، هاي رسمه ممتازه. فهون بيكون في عندنا اللي هو الارتري، بصغر 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 على ما يصير في عندنا كابيلاريز، تمام. وبعد الكابيلاريز في عندنا اللي هم فينيول وبالنهايه لبين. فهون عمليه بتصير فينا ايش تبادل هم الاكسجين والسي او 2 على في على الكابيلاريز، تمام، على مستوى الكابيلاريز. فهون الضغط بيكون 100 تقريبا، وهون شو بصير؟ بصير في عندي 40. فهي كل الفكره بس هذا هو بيحكي لنا اياها هون، اللي هو من 40 ل 100 في الكابيلاري بلاد قبل منها بيكون 100، وبعد ما يصير في تبادل المواد بصير في عندنا 40. الكربون دايكسايد العكس بيكون في عندك اللي هو 45 في التيشوز، تمام، وفي الكابيلاريز بيكون 40، بصير ديفيوجن لعبين ما يصير ايش؟ قبل ما يصير 45. طيب فهي اشياء كلياتها حكيناها ومعروفه، حكيناها على مستوى الاكسترنال سبيريشن. فهون فقط عم نعيد فيها سريعا. هلا اترست اونلي اباوت 25% من الافيلبل اوكسجين از يوزد دي اوكسجينيت بلاد وود ريتين 7 ديفايس. لما يكون في عندنا انت مثلا في حاله ما بتسوي فيها اكسرسايز ولا شيء، طبعا انت اصلا ما بتسوي اكسرسايز، ف 75% من الاكسجين بضله، تمام. وبالمقابل فقط انت بتستخدم 25% من الافيلبل اوكسجين لما تكون انت في حاله الريست، انت ما بتسوي اي مجهود. هاي رسمه شرحناها طبعا في حاله في هذيك الحاله وقلنا بالتفصيل عنها. هنا بشرح لنا عن الريت اوف اللي هم الجاز اكستشينج، تمام، بحكي لنا انه الجاز اكستشينج، والله كلها اقسم بالله كل اشياء شرحناها لكن فقط عم نراجع الجاز اكستشينج. انا مثلا في عندي هنا مثلا خلينا نفترض او خلينا نرسم على نفس هاي الرسم. هلا هون اللي هو الجاز اكستشينج يعتمد على ايش؟ يعتمد على الثيكنس تبع الممبرين. فكل ما كان هالممبرينز هذول الثيكنس تبعهم اكبر، اكيد هذا راح يقلل لي الديفيوجن، صح ولا لا؟ هذا منطق. الشيء الثاني هذا العامل، العامل الثاني المولكيولر ويت. المولكيولر كل ما كان حجم هالسوليوت هذا اكبر، اكيد راح يكون في عندنا التبادل الديفيوجن راح يكون اقل، فهذا هو العامل الثاني. العامل الثالث مثلا ايش فيك مثلا في عوامل مثلا السوليوبيليتي. كل ما كان هذا الغاز سوليوبل، يعني سوليوبل انه بذوب، هذا لو كان مثلا مش سوليبل ما بذوب، بالتالي ما راح يقدر يعمل، ما راح يقدر يعبر الممبرينز، فبرضه هذا بياثر لك على الديفيوجن. فهي فقط طلعت عوامل وفي اكثر. يعني هون شو بقول لك كمان برضه، وانا بحكينا عن السيرفيس اريا بالضبط. كل ما كان في عندي سيرفيس اريا يعني مساحه سطحيه اكبر، فبصير بيقدر مثلا يعبر من هون يعبر من هون يعبر من هون يعبر من هون، فبالتالي برضه الديفيوجن شو راح يكون اكبر. فهو الديفيوجن، الديفيوجن دي يعني هو يعتمد على اللي هم السيرفيس اريا، طبعا يعتمد على فرق البريشر. كل ما كان هون تركيزه هون عالي جدا 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 مثلا بالمقابل بهونا، تمام، فكل ما كان تركيزه هون عالي مقارن بهونا، هذا هو اللي هو الديفرنس ان ذا بريشر. برضه اللي هو نفس فكره الكونسنتريشن جريدينت، فكل ما كان الديفرنس ان ذا بريشر طرديا يتناسب طرديا مع السوليبيليتي مع السيرفيس اريا، وعكسيا اكيد مع المولكيولر ويت. فاكيد الديفيوجن كل ما كان حجم هالمولكيول اكبر، اكيد الديفيوجن راح يكون اقل. هذا كله حكيناه انه البيلر اوتو ماست بي هاير ذان ذا بلاد عشان في يصير تبادل، طبعا لازم يكون اكبر. فكل مثلا لو زدنا الالتيتيود مثلا واحد على القمم عاليه، واحد راح على قمم عاليه، هذا راح يقلل لك. هذا طبعا حكيناه في بدايه المحاضره. الديفيوجن ديستنس طبعا كل ما كانت الديفيوجن ديستنس اكبر، اكيد برضه هذا راح ياثر. السيرفيس اريا، الموليكيولر ويت والسوليبيليتي كلها عوامل تؤثر. فالديفيوجن ديستنس يعني مثلا لو كان هون مثلا لو كان انا في عندي هون هيك، افترضنا انه هالكابيلاريز هون موجوده والتيشوز مش هون، خلينا نفترض انها هون مثلا، ففي عندي ديستنس بعيد جدا، هاي بنسميها الديفيوجن ديستنس. فكلما كانت اكيد الديفيوجن ديستنس اكبر، هذا سيؤثر سلبا على الديفيوجن ريت. طيب حكينا كل هذا الكلام كله حكيناه. فينا ايضا هنريز لو. هنريز لو هون بحكينا عن السوليبيليتي.
انه انا لما بدي اعرف اللي هم السوليبيليتي مثلا، هي هو الكوانتيتي اوف ذا جاز ذات ويل ديسولف ان ذا ليكويد، فقديش الغاز راح يعمل، راح يصير له ديسولف في اللي هم يعني راح يذوب في 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 فلويد، في ليكويد معين. كيف نحسبهم؟ نحسبها انه من خلال البي او 2 ضرب السوليبيليتي، فقديش في عفوا قديش كميه من هالاو 2 راح يصير له سوليبلايزيشن بهالليكويد، نضرب تركيز الاو 2 اللي برشر يعني تبع الاو 2 عفوا، ضرب اللي هم السوليبيليتي تبع الاو 2، اذا البرشر البارتيكل برشر تبع الاو 2 ضرب السوليبيليتي. فلما ضربنا وعملنا الحسابات طلع معنا انه السي او 2 اكبر بكثير من الاو 2، يعني كميه السي او 2 اللي بتصير ديسولف اكبر بكثير من الاو 2، تمام؟ فليش؟ لانه هو السي او 2 24% مور سوليبل، فانت بمنطق هاي عندك هون هاي القانون، التركيز اللي راح يصير له سوليبلايزيشن يساوي تركيز اللي هم البارشل بريشر ضرب، رغم ان البارشل بريشر تبع الاكسجين اعلى، ضرب السوليبيليتي لاي غاز. فانا بحكي البارشل بريشر لاي غاز، هون السوليبيليتي لاي غاز، وهون الكونسنتريشن لاي غاز. فبنلاحظ انه هون الكونسنتريشن اللي راح يصير له سوليبلايزيشن، اي انه يذوب في ليكويد، في ليكويد معين، يساوي البارشل بريشر تبع هذا الغاز ضرب السوليبيليتي. طب البارشل بريشر تبع الاكسجين اعلى من السي او 2، لكن السوليوبيليتي تبعت السي او 2 اعلى ب 24 مره من الاو 2. عشان هيك لما صح انه البارشل بريشر للاكسجين اعلى من السي او 2، لكن السوليوبيليتي للسي او 2 اعلى ب 24 مره من الاو 2. عشان هيك الاوفر اول، خلينا نحكي الكل الاماونت او الكوانتيتي اوف ذا او 2 او السي او 2 ذات ويل ديسولف هي اكبر بكثير، اكبر من اللي هم الاو 2 زي ما اتفقنا. حتى هون كمان بيقول لك انه حتى انه الاير we breathe is mostly nitrogen، يعني انت نسبة كبيرة جدا. نتذكر نرجع للجدول فوق، بنلاحظ قديش في عنا احنا، طلع قديش من النسبة inhaled air تقريبا 500 او تقريبا 600، يعني تقريبا الماء يعني ها بالنسبته قديش نسبته 78.6% من الانهيلد اير هو عبارة عن نيتروجين. لكن هل احنا بجسمنا بدخل نيتروجين؟ لا. ليش؟ لانه السوليبيليتي تبعته قليلة. فهنا لو نرجع بيقول لك ايش، even though the air we breathe is mostly nitrogen we تمام very little dissolves in the blood due to low solubility، فهي النيتروجين له low solubility في البلد، عشان هيك ما بيعمل اي تأثير. فالانترنال سبيريشن شو الفاكتورز؟ حكينا الديفيوجن، البارشل بريشر حكينا عنها، كل ما كان فرق البريشر اعلى هذا بيزيد الديفيوجن، الديستنس والله كله حكيناه، السبيد اذا البلد فلو طبعا هاي ما حكيناها، لكن كل ما كان البلد فلو اعلى اكيد منطق انه ربيطه راح يزيد في عندنا اللي هم الانترنال سبيريشن. الريت اوف ذا ميتابوليك ريت برضه بيلعب دور، فكل ما انا كنت انا مثلا بزيد بتخلص من الاوتو بسرعه وبعمل جنريشن للسي او 2 بسرعه، برضه هذا راح يزيد لك من التبادل. طيب اوكي، اوتو ديفيوز انتو ذا بلاد، تمام. هون في معلومه سريعه بدنا نحكيها، انه تبادل المواد، ايش احنا حكينا باول شيء بمر في عندي ارتري، بعدين نوصل لارتيريال اند، بعدين بصير في عندنا الكابيلاريز، هاي منهم من هون من هاي المنطقه لهي المنطقه كابيلاريز، وبعدين في عندنا الفينس اند، وبترجع هون فينز، هون هون يعني هون بكمل فينز، وهون اصلا احنا اجينا ايش، اجينا من خلال الارتري صح، فهون ارتري وهون احنا بعد ما رجعنا بالفين. طيب هلا بهاي الحالة الارتري وارتيريال اند كابيلاري، ان شاء الله تكونوا متابعين معي على الرسمة، فينس اند بعدين ايش، بعدين بين. هسا على الكابيلاريز، على مستوى الكابيلاريز هون فقط تبادل المواد بصير في الفيرست الثير، بس فقط بالهم بالفيرست ثيرد ديستنس، يعني بالاو فقط في الفيرست ثيرد بارت من الكابيلاريز بصير في تبادل المواد. طب هذا الكلام ليش؟ سبحان الله، هذا يعني هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق، انه تبادل المواد بصير فقط في الاول ثلث. ليش ما بصير كله؟ ليش نفكر فيها بمنطق بسيط، في حاله الاكسرسايز واحد قاعد بتمرن اكيد البلد فلو شو راح يصير فيه، راح يزيد. فالبلد فلو هون شو راح يصير فيه، راح يصير فيه اسرع، تمام، البلد فلو راح يصير اسرع. فبالتالي تبادل المواد اذا كان فقط باول ثلث، تمام، بهاي الحاله بحاله الاكسرسايز ما راح يكون كافي، لانه انت اصلا الدم سريع، فباول ثلث مش حيكون كافي انه يصير فينا تبادل كافي للمواد. عشان هيك بحاله الاكسرسايز سبحان الله بتحول في عنا مش بس من اول ثلث بصير، وانما على طول على طول اللي هو الكابيلاري. فان شاء الله هيكون واضحه انه خلال الاكسرسايز مش فقط اول ثيرد، وانما على طول الكابيلاريز. فهو هون زي ما احنا شايفين انه البي او 2 ان ذا بالمونري كابيلاريز انكريزد فيري فاست في الفيرست اللي هم ايش، اللي هم الثيرد ديستنس. الاكسرسايز ات تيكس مور ذان 1 ثيرد،
بدناش نحكي انه كامل الكابيلري، لكن it takes more than one third because the blood stays in the capillaries less than 8 seconds. لانه حكينا هون البلد بيكون اسرع، بما انه يكون اسرع مش راح يكون في وقت كافي لتبادل المواد، فعشان هيك ما باخذ فقط من الون ثيرد وانما باخذ اكثر من الون ثيرد، وانما باخذ اكثر من الون ثيرد. حكينا هون اول شيء طبعا هذا برجع بس من راجع كل اللي اخذناه هون من 40، هي هون احنا بنحكي عن اللي هم هون طلعنا في البلمونري ارتريز، بعدين رحنا على القلب تمام، وصار فينا تبادل المواد، تبادل المواد ارتفع 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 التركيز ل 100، بعدين قل تركيز صغير جدا. هذا شو ليش؟ عشان قصه الميكسينج، ميكسينج مع مين؟ بالمونر شاند بلاد. شو قصتها هاي؟ عدناها عده ثلاث اربع مرات. شو سببها؟ انه احنا مش حكينا لما يكون البالمونري ارتري، البالمونري فين عفوا راجع القلب، في بعض الفينز بتصب فيه، لما تصب فيه بقل من 100 ل 95، حكيناها بتصب من 100 ل 95. طب بعد ما وصل هون ل 95 هاي النزغير بتوزع على كل اجزاء الجسم، وبعدين برجع وبتعيد الكرة. هاي هي قصة كل اللي هو. طبعا هاي شو بنسميها؟ بالمونري شانت فلو. هاي القصة اللي هو انه بنزل من 100 ل 95 اسمها بالمونري شانت فلو، اسمها بالمونري شانت فلو. وهي برضو مراجعة، oxygen is always being used by the cells، فبالتالي الانتراسيلر بي او 2 remains lower than البي او 2 في البريفر كابيلز. برضو هذا كله يعطي مفهوم، فالاكسجين اول ما يوصل هنا بيكون تركيزه اعلى، فبيصير له ايش؟ بيصير له ديفيوجن لداخل الخليه، تستهلك الخلايا بسرعه عشان يضل في عندنا هذا الكونسنتريشن جريد. فاحنا خلينا نتخيل انه الاكسجين مثلا صار له ديفيوجن، لكن الاكسجين هنا ما الخلايا ما استعملته، فبالتالي لما المره الثانيه يجي الاكسجين هنا ما راح يصير في ديفيوجن بنفس الكفاءه، لانه انا شو صار في عندي ديفرنس في البريشر بهاي الحاله شو ماله قل، لانه انا هون الخلايا ما استعملته. لكن هذا الكلام ما بصير بجسمنا، لانه الخلايا على السريع بتستعمل الاكسجين. وهنا نفس الشيء للسي او 2، السي او 2 بيكون فينا هنا قليل 40، لما يطلع بيكون 45، وكل هذا الكلام معروف. واخر شيء هنا برضو حكيناه انه هذا كله حكيناه طبعا اللي هنا بالنسبه للسي او 2 على الارتيريال اند هنا بيكون 45، على الكابيلاريز بيصير له تبادل وبصير فينا بيرجع ل 40، بينزل 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 لعند 40. هيك بنكون بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا اول محاضره من الريسبيراتوري. كانت محاضره امانه متعبه بالنسبه للشرح، يعني اعتقد انه يعني كثير اشياء كانت مكرره. ان شاء الله نكون شرحتها بطريقه جيده، لازم نصنع من دعائكم. وزي ما حكيت لكم ان شاء الله المحاضرات اللي هي الريسبيراتوري المتبقيه حشرحها زملائي ان شاء الله، الله يعطيهم العافيه والله يكتب اجرهم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا ويعطيكم الف عافيه.